بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة، وبإذن الله سنة حلوة يا جميل إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك كتابة. سنة حلوة يا جميل، وحلقة قوية إن شاء الله يا جميل. ما حد يقول على نفسه حلقة قوية، سيب الناس تحكم. هتحكم. حلقة قوية لسبب، اولا جايه في لحظه تبدو فيها الانطلاقه من رحم الهزه، وده النادي الاهلي دايما وابدا. الوقت اللي الناس تعتقد انه في هزه وفي مشاكل وفي اعاقه وفي عرقله، تبدو مقومات الانطلاقه على الاقل اكبر بكثير مما يظن الاخرون. عشان كده ما يتم الترتيب اليه وما تم الاتفاق عليه من صفقات وما تم التخطيط ليه للمرحله اللي جايه، كله يبشر باذن الله أن هناك ثمة انطلاقة أخرى كبيرة ينتظرها الأهلي يا باشمهندس. أنت عارف اللي مطمني شوية إيه؟ حالة الهستيريا اللي عند البعض. الهستيريا؟ عندهم هستيريا. بدأوا الشتايم والاتهامات وبدل ما يفرحوا بالصفقات وبالحاجات الشغل بتاعهم، لا متجننين وعمالين يكيلوا الاتهامات للنادي الأهلي، فدي بتطمنك أنك أنت طالما أن الناس قلقانة منك يبقى تمام. إذن هي حلقة قوية جدا فيها ستة عناوين. مباراة الأمال المعلقة، شوط واحد لا يكفي، ما بلاش أنت، ومن جوه القلب، من جوه العين إلى قلب القلب، المجري قطار الشرق السريع، واخيرا بعظمه لسانه وكلام عن الناس هي اللي قالت وانتوا اللي هتسمعوها. حلقه ثريه. سريعا هنقول لحضراتكم اهم خبر فيها النهارده، انه النادي الاهلي. عارف يا استاذ ابراهيم، اتفضل. انا خطر في بالي ايه؟ من العين لنني العين، لانه يستحق. هو يستحق، عشان كده هتسمعوا كلام كتير وكبير عن نجم فعلا يستحق. لكن كمان النهاردة في أحدث أخبار الانتقالات السارة والصفقات القوية المؤثرة، أعلن النادي الأهلي تعاقده مع قلب دفاع سموحة ياسر إبراهيم لمدة 4.5 سنوات. حضر ياسر إبراهيم للنادي زي ما حضراتكم شايفين مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، و العقد لمدة 4 سنوات. المهندس عادل القيعي مستشار التعاقدات بالنادي قام بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب في حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ زي ما حضراتكم شايفين بالظبط، عشان يبدأ النادي الأهلي تدعيم الخط الخلفي في الفريق بلاعب مهم جدا أثير جدل كبير عليه الفترة اللي فاتت يا باشمهندس، ولا يفتى ومالك في المدينة. لا، ما هو ياسر طبعا من الصفقات اللي كانت على الهوا. يعني بتذاع على الهوا والناس مترقباها لحظه بلحظه، وفي كل لحظه كان يوجد تصريح وتدخل ومنافسه وموقف ليه هو شخصيا، لدرجه يعني قرينا امبارح انه هدد بالانتحار. صحيح. الحقيقه لكن الحقيقه انا بس موقف الاثنين اللعيبه دول لابد أن نتوقف أمامه، مش بالإشادة، بالإشادة والتعلم، وإن احنا نقول هي دي النماذج اللي يستطيع النادي الأهلي أن يطمئن على روح الفانيلا الحمراء معاه. المفاوضات مشيت كويس مع سموحة؟ لا، شوف المهندس فرج عامر بداية، يعني أنا كنت ليا يعني مش تحفظ، انما كان نفسي انه ايه، يعني نعمل حاجه السنه اللي فاتت معاه. كان نفسك. انما طب السنه اللي فاتت باظت. انما ما فعله معنا في هذا الموقف شابوه، لازم يتحط على الراس. شابوه للمهندس فرج عامر. يا باشمهندس اهلا بيك. الله، انت عامل لي كمين يا ابراهيم. وعلى عدي بيه. ربنا يخليك يا باشمهندس، كل سنه ويبارك في حضرتك. وعدي بيه ده اخويا وعشره العمر كله، وحبيبي حبيبي طبعا.
بالتاكيد لكل تقدير يا باشمهندس. يعني ده استاذ كبير قوي قوي قوي، وانا والله بتعلم منه وتعلمت منه. ربنا يخليك باشمهندس. كل سنه وانت طيب الاول. يعني دي حقيقه. كل سنه وحضرتك طيب الاول. رجل المواقف. انا هقول لك حاجه بس يا عامر بيه، يعني يا فرج بيه لو سمحت، يعني سر صغير، فرج بيه اهلاوي. طب ما طبعا سر. لا مش ده السر. السر اللي جاي مش ده السر. ذلك هي الحقيقه دي. السر الحقيقه. السر ان ابنه مش اهلاوي. ابنه في سن العشر سنين كان يبعته بالسواق بالعربيه يتفرج على التمرين ويرجع. مظبوط. يعني انا عرفت مدخله. يعني لا يعني مش اهلاوي تقليدي كمان. طبعا طبعا طبعا. باشمهندس بالتاكيد التعاون اللي على مستوى الحدث الحقيقه بين الاهلي وسموحه ممكن يكون مفيد للطرفين في حاجات كتيره كبيره، مش كده؟ اكيد طبعا اكيد طبعا، وخاصه طبعا ان على راس الاهلي الكابتن محمود الخطيب. ايوه. ويعني تجمعني بيه صداقه قديمه جدا 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 واحترام كبير قوي، وطبعا احنا انا بسنده طبعا بكل قوه وبكل شيء، وهو لما كلمني الموضوع خلص في خمس دقائق. مفيش اي حاجه. يعني خلص الموضوع مفيش خمس دقايق. خلص من ناحيه المبدا، انما من ناحيه الشطاره استمر شويه. لا مفيش شطاره والله. لا 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 انا اعتقد اعتقد انه كله كسبان. أي نوع من الشطاره بالعكس. انا لما قلت للكابتن خلاص الموضوع انتهى، قسما بالله ابراف خارجيه من خارج مصر قسما بالله حاولت انها تدخل كذا كذا، الموضوع اتقفل وانتهى والايام هتثبت ذلك. لا لا ده هو دي النقطه بقى اللي انا كنت عايز اشكرك عليها. من بره مصر قسما بالله العظيم. دي النقطه اللي عايز اشكرك عليها. عشان برضه اقول لحضرتك ليست معروفه. يعني ليست يعني ناس يعني انديه عربيه من خارج مصر. يعني حصل هجوم كبير قوي عشان طبعا ياسر. وهو ياسر طبعا انا سالته سؤال واضح، قلت له انت عايز تروح فين؟ قال لي الاهلي، وهو عايز يروح الاهلي، واحنا اتفقنا على كده وخلاص الموضوع انتهى واتقفل، وانا كلامي مع الكابتن خطيب غير قابل للتغيير وغير قابل للتبديل. ومبروك عليكم ياسر، وياسر كمان غير ان هو لعيب ممتاز، اخلاق ممتازه، اخلاق قمه في الامتياز. والسفير بتاعنا بقى اللي عندكم باذن الله كده يرجع لنا عمرو بركات بقى بالتوفيق ليه ان شاء الله. في عينينا في عينينا. بص انت فرقه الاهلي فيها سته لعبوا في سموحه. الحمد لله. يعني ناصر ماهر ده ربنا يحميه. صحيح. طبعا وايمن اشرف واسلام محارب وحمودي ومحمد لعب عندنا سنتين واخد بساتك، وسته سته لاعبين، وهو ياسر ابراهيم. فيعني ده حاجه جميله جدا جدا جدا، واحنا سعداء بذلك جدا جدا جدا. هو الجميل في هذا الانتقال غير ان هم لعيبه كوره، انا عايز اقول لجمهور حضراتك حضراتكم ان الناس اللي انا قلت اسمهم طبعا كل لعيبه الاهلي ناس محترمين وكده، قمه في الادب والاخلاق والالتزام. يعني هم مثل للشباب المصري. الحمد لله. كافح. نعم صحيح. الحمد صحيح. لله ونتمنى لك كل التوفيق، لان الحقيقه هذه المره كله خارج كسبان. الحمد لله الحمد لله، دايما كده ربنا يجيب الخير ويجيب الفرح ويجيب السعاده والتعاون المثمر والايجابي، واحنا يعني معاكم وتحت امركم. سموحه كان تلقى عروض مكتوبه من اي اطراف اخرى غير الاهلي يا باشمهندس؟ الزمالك ما بعتش، لكن في انديه ثانيه بعتت عروض عشان اكون واضح. قسما بالله بعد ما اتكلمت مع الكابتن محمود الخطيب قسما بالله ان جالنا حاجات باسعار اكثر كثيرا، لكن هو انا يعني طبعا طالما قلت كلمه الموضوع انتهى ومنتهي، وانا قلت للكابتن محمود يا كابتن خلاص لو محفوظ الارض كلمه التزام. لكن لا حضرتك ايام طارق حامد ما انت كلمتني وقلت لي انا عايز اقول لسيادتك حاجه، وجميع اللاعبين ما انا عرضتهم على الاهلي، انا عرضتهم مش طارق حامد بس، انا عرضتهم على الاهلي. ايوه انا عرضتهم. عمرو بركات تم قيده. كنت كلمت حد فيه وقلت له خلي بالك طارق حامد ده احسن لاعب خط وسط في مصر، صدقني ده راجل مقاتل كذا. حتى انا وقتها قلت لك المهندس محمود طاهر عامل يعني عمره، قلت لي حاول تتصل بيه واتصلت بيه فعلا. حصل. عمرو بركات تم قيده في قائمه سموحه وممكن يلعب بكره مش كده؟ بص حضرتك هو تم قيده
في قائمه سموحه، يلعب بكره او ما يلعبش بكره ده مش قرار المدرب. تمام. بس ما اعتقدش يعني ان هو يقدر يلعب مباراه او كده. ولو اداله 10 دقايق ولا ما اعرفش طبعا في النهايه دي حاجه بتاعه المدير الفني، ما اعرفش هيعمل ايه. وانا لا اتدخل في عمله، لكن طبعا النادي مليان لعيبه كويسه، واحنا طبعا باللاعب الاهلي عمليه مش سهله طبعا. وطبعا الاهلي لم يشترط على سموحه زي ما لم يشترط على اي نادي اخر بيعير له لاعب انه ما يلعبش ضده، ده مش موجود. حضرتك يا بص حضرتك يعني التعامل يعني منتهى الشياسه ومنتهى الرقي ومنتهى الاحترام، وحاجه شيك جدا ونموذج للتعامل بين الانديه المصريه. مبروك الصفقة المتبادلة وإن شاء الله بالتوفيق يا باشمهندس. يا رب يا رب يا رب يا رب، وبالخير على الأهلي يا رب. ويا رب نقدم مباراة طيبة بكرة بإذن الله يعني. يا رب هو ده اللي هيحصل، ده اللي هيحصل. مباراة محترمة فيها تنافس وفيها إن شاء الله ندية وفيها كفاح وفيها واللي هيبذل مجهود أكتر هيكسب وهنبارك له. إن شاء الله، شكرا جزيلا للمهندس فرج عامر. ألف شكر. رئيس مجلس إدارة نادي سموحة وعضو مجلس النواب، وأعتقد زي ما أكد أنه دايما وأبدا في تلاقي، دايما وأبدا في تعاون مثمر، دايما وأبدا في تقدير على الأقل زي ما أكد عليه المهندس فرج عامر، أنه الأهلي لم يتحدث أبدا في اشتراطات يضعها البعض على اللاعبين المعارين، أنه فلان ما يلعبش ضدي ويتكتب في العقد أنه فلان ما يلعبش ضده، إيمانا من النادي الأهلي. وده الطبيعي جدا، أنه أنا بعير لأي نادي أي لاعب عندي يا باشمهندس من حقه يستخدمه حتى ضدي. بص يا أستاذ إبراهيم، هذا أمر يجب أن ينظمه اتحاد الكورة، يا إما يسمح للكل يا إما يحظر عن الكل. لكن ما يبقاش نص الدوري ماشي كده ونص الدوري ماشي كده. لأن طبعا أنت ما يبقى 10 15 لعيبة معاك مش في قوام فريقك فبتعيرهم للأندية، بتكتشف ان في 6-7 انديه بيلعبوك على الاقل 30% ضايعه من قوتهم لو اشترطت هذا الشرط، في حين ان اللي بيستعير لاعب يبقى هو بيستعيره عشان عنده ظرف وعايز يتجاوزه يعني. فارجو ان الاتحاد يعني عشم كبير ان الفتره الجايه بقى اتحاد الكوره فعلا يتنبه ويلتفت لاصلاح الكوره المصريه ويبتدي يحط لنا نظام ما نشوفش فيه بعد كده، لان المساله يعني خارجه بره الطاقه شويه. طيب ياسر ابراهيم زي ما قال المهندس فرج عامر لاعب تمسك بالاهلي جدا، واضح ان كان عنده رغبه اكيده انه مش عايز يلعب في حاجه الا في النادي الاهلي. لحد اللحظات الاخيره. لحد اللحظات الاخيره. هو كان ممكن يجي الاهلي من بدري قوي مش كده؟ هو عرضوا عليا اللي هو ابراهيم مجاهد، وده تملي وهو في المنصوره. وهو تملي راجل مكتشف للنجوم. وما بيجيله لعيب كويس بيكلمني، بيني وبينه علاقه يعني محترم من الود. عاليه قوي. وهو يميل شويه يعني الى انه يتعامل مع النادي الاهلي. يعني عرض عليا كابتن عمرو زكي، وعرض عليا طبعا كابتن رضا شحاته، وعرض جبت منه ياسر ريان واحمد فهمي. الله من اول ما تعاملت معاه في ياسر ريان واحمد فهمي وبدات علاقه طيبه جدا بينا. كل كام شهر لازم يجي لي تليفون منه. راجل يعني بيفهم في الكوره وراجل. فعرض عليك ياسر ابراهيم وقتها. وقتها. من 4-5 سنين. وهو ياسر الصبح وانا بقابله في المكتب في النادي قال يا كابتن انا قعدت على الكرسي ده. لا. من 7 سنين. الله الله الله. انا ووالدي. يعني ده اتاخر 7 سنين. وهو فعلا كان تحت السن. كان عنده 19 سنه. وكان في منتخب مصر للناشئين. وانا زكيته. بس بقى كان هو بقى برضه اللي هو ابراهيم مجاهد شاطر يعني، هو اول واحد سمع مصر المليون جنيه. مليون، اول واحد مليون. هو سمع مصر المليون جنيه. ف على ما اتكلمنا بتاع راح الزمالك يعني، لان كان الكلام هتدفع في ناشئ ما انتش عارف. وبص يا استاذ ابراهيم عشان الناس دي نقطه نوضحها، ناس كتير تقول لك ما هو جالك وما خدتوش. ما خدتوش بمليون وقتها. المشكله ايه؟ إن ساعة ما بيجي هل أنت كنت محتاج في الحتة دي ولا لأ؟ صحيح. فأنت كنت واخده لحسابات مستقبلية. أي. يا عالم يلعب إمتى؟ لأن وقتها الأهلي كان حاجة من 7 سنين في الديفنس بتاعه مكتمل يعني. أنت بتتكلم في وائل جمعة وعماد النحاس وشادي وأكتر يعني. 7-8 سنين كمان. فأنت بتتكلم يعني وقتها ما كانش، لو جالك بقى وانت زي اليومين دول كده محتاجه كان قطعا هتاخده على طول يعني. فكل حاجه ليها ظروفها.
والنصيب. فقال لك انا جيت قعدت على الكرسي ده من 7 سنين. قال لي كده ضحك الصبح كده قال لي الكرسي ده كابتن علي والحاج والدي كان قاعد قدامي كده. قلت له فاكرك زي قال توفيق. احمد توفيق واخواته برضه مروا اقتربوا كثيرا من الاهلي يعني. لحد ما جالنا حاتم يعني. مش حاتم اكرم. طيب المهندس فرج عامر. حاتم ده اللي بيلعب باك ليفت وحاجه كويسه قوي كمان. المهندس فرج عامر خد عمرو بركات. خد عمرو بركات ويعني اعرى. وعمر يعني كان للحظات الاخيره متردد عشان كان شاف ان عنده فرصه. والحقيقه يعني المدرب كان مقتنع بيه لكن الاحتياج الاكثر انك انت الصفقه تتم. فانت متمسك بياسر عشان كده اعتقد صدى انضمام ياسر ابراهيم للاهلي اسعد كل الاهلاويه. كابتن ياسر اهلا بيك. الله اهلا بحضرتك يا كابتن عادل. هتعمل لي كمان كتير. اهلا بيك والف الف مبروك. الله يبارك فيك. بحكي له انك انت جيت قلت لي انا قعدت على الكرسي ده من 7-8 سنين. من كام سنه يا ياسر؟ ايه؟ الصبح وانت بتقول لي انا قعدت على الكرسي ده من 10 سنين. من 10 سنين. ايوه كنت انا والدي لما جينا لحضرتك قعدت على الكرسي من 10 سنين. الموضوع كان شغال معانا. شوف طيب من 10 سنين دخلت يا ياسر النادي الاهلي وانت ناشئ ساعتها وظروف كتيره ما خلتش ده يتم. النهارده كل حاجه تمت وانت دخلت النادي الاهلي كلاعب في النادي الاهلي زي ما احنا عارضين دلوقتي تفاصيل اليوم الاول ليك في النادي الاهلي. قول لي مشاعرك بالظبط ايه لان انت الحقيقه الناس كلها اهتمت من يومين. انت قلت او اتقال ان انت هددت بالانتحار لو ما وافقوش على رغبتك للعب للاهلي، ده صحيح؟ لا طبعا هو انا طبعا طرف لاي لاعب يدخل النادي الاهلي طبعا وده حاجه كبيره تتحط في التاريخ تاريخ اي لعيب طبعا. انا الاول حاجه بشكر الباشمهندس فرج عامر والكابتن عطاء الحنفي ان هم ساندوني وساعدوني ان انا اخد الخطوه دي وقفوا في ظهري بشكل ايجابي. طبعا انا لازم اديهم حقهم واشكرهم. النادي الاهلي طبعا انا النهارده الموضوع كان شغال معايا من شهر بالظبط. كابتن سامح حفيظ قعدنا مع بعض قعده واحده من شهر. اتفقنا على كل حاجه. اتفقنا على كل حاجه. هي القعده الوحيده اللي قعدنا فيها خلافا الخلاف بتاعت قعده النهارده. اتفقنا مع بعض على كل حاجه ومشينا بسيستم معين. انا اتحطيت تحت ضغوط والله العظيم غير عاديه. بسبب موضوع الاهلي. بس اللعيب اللي بتمثل بالفرصه دي اصل مش هتجيلي تاني بصراحه واي حد يتمناها. مسكت فيها وكان عندي طموح ان انا ادخل النادي الاهلي والحمد لله ربنا حققها لي وحقق طموحي يا رب اقدر اعمل اكتر حاجه ان انا اقدر اسعد جمهور النادي الاهلي. دي اهم حاجه. مجلس الاداره باذن الله. الضغوط اللي انت تعرضت لها كانت عشان تنتقل للزمالك لان انت واحد من الناشئين اللي لعبوا في الزمالك مش كده؟ انا عايز اوضح حاجه بس انا اصلا من ناشئين المنصوره. تمام. الزمالك. تمام. ما كنت رايح في نادي الزمالك اتبعت فتره كنت تأيدت ناشئين بس كنت رايح درجه اولى. لكن انا بيتي اصلا في الاصل المنصوره. المنصوره. يعني انا من ولعبت منتخب الناشئين وانت في المنصوره. بالظبط كده، لكن اتبعت من المنصوره لنادي الزمالك على الدرجه الاولى على طول مش على الناشئين. انا حكيت الكلام ده. وبعدين انت قعدت قد ايه في الزمالك؟ قعدت قد ايه في الزمالك؟ انا قعدت سنه ونص بالظبط. اول ما جالي اصابه مشيت. طبعا انا هو خلاص نادي الزمالك فرط فيا وانا بشكرهم ناس محترمين وما كانش ليا اكل عيش هناك ومشيت رحت قعدت 5 سنين في سموحه. الحمد لله قدرت اثبت وجودي واثبت نفسي في وسط كوكبه محترمه هناك من اللعيبه ومجلس الاداره ناس لهم كل الحب والشكر بصراحه. قدرت اثبت نفسي هناك في اللعب واوريهم ياسر ابراهيم يعني والحمد لله ربنا اكرمني قدرت اثبت رجليا في الملعب سنه عن سنه لحد ما ربنا اكرمني الحمد لله ودخلت نادي القرن. طيب قعدت مع الكابتن سيد عبد الحفيظ قعده قبل كده وتم الاتفاق على كل التفاصيل لكن في مرحله العمليه بعدت مش كده؟ في مرحله العمليه بعدت طبعا والضغوطات وعلى النادي وعليا بس هقول لحضرتك والله حاجه يا كابتن عادل اللي بيتمسك بحاجه وعايز يوصل لها والله لازم يوصل لها. بالظبط. ودي الحاجه اللي فعلا خلتني والله كان عندي امل في ربنا كبير باذن الله الموضوع ده هيخلص باذن الله. الحقيقه يعني طبعا هقول الحاجه يعني لان احنا كنا موزعين الادوار شويه. هو وكيله انور شلوفه. وانور تعب جدا في الموضوع ده عشان يحقق له رغبته.
ويمكن طبعا كان بيحصل بينه وبينه 4-5 مكالمات يومية. ده كابتن عدلي ده كنت المجهول والله. فراح كابتن انور شلوفه تعب 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 ما كانش بينام خالص. وكل الموضوع ما يهمد يعني هو اللي يحييه تاني. يحييه بطريقة تانية. ويعني ولا طلب احمر ولا ابيض من النادي الاهلي. فانا بس حبيت ادي الراجل حقه يعني. صحيح. لا 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 كابتن انور شخصيا نظيف ومحترم جدا فوق الوصف والله. انا اتكلم عليه والله ما اقدر ادي له حقه بصراحه. طيب قابلت زمايلك الجداد النهارده يا ياسر مش كده؟ قابلت زمايلك الجداد النهارده بقى ايه تفاصيل اول لقاء ليك مع لعيبه الاهلي في النادي الاهلي؟ لا لا انا لسه ما اتقابلناش مع بعض. ما كانش الفريق موجود؟ لا لا هم كان عندهم تمرين خلصوا وراحوا المعسكر حصل على الكميه. حد اتصل منهم بيك؟ كلهم صحابي طبعا وكلنا لعبنا مع بعض منتخب شباب ومع بعض وفيهم 4-5 كانوا بيلعبوا جنبه. في سموحه. بكره هتكون كلنا عشره يعني واخوات. بكره هتكون في الملعب؟ لا باذن الله اروح الماتش لو قدرت اروح الماتش باذن الله هروح. هتروح تتفرج بين الامس واليوم مش عارف دي فرقتك ودي اللي فرقه جديده. والله بتمنى التوفيق باذن الله ده اهم حاجه ربنا يكرم سواء كده او كده ربنا يكرم يا رب ويبقى ماتش كويس باذن الله. حسيت بفرحه جمهور الاهلي بيك؟ طبعا طبعا اليوم عامل ايجابي كبير ودي كل مهما خطوه بصراحه لما كنت بشوفهم على السوشيال ميديا بيتكلموا ازاي بيتكلموا في حق ازاي كانوا بيديني ارجع خطوه بصراحه كانوا بيديني دفعه 100 خطوه والله قدام بصراحه. واجيبهم ده باذن الله جميلهم ده في رئاستي وهرد في الملعب ان شاء الله. هو ده الكلام. شكرا جدا يا ياسر وبالتوفيق. شكرا جزيلا للكابتن ياسر ابراهيم لاعب الاهلي الجديد واحدث صفقه تدعم خط الدفاع يا باشمهندس. يعني كانت صفقه مطلوبه وهي قيمه الصفقه باحتياجك الحقيقي يعني. فهو هي يعني كانت صفقه محوريه لانها اثرت على استراتيجيات تانية. يعني هتجيب مين وتمشي مين وتقعد مين وتجيب اجنبي ولا تجيب مصري ولا تجيب فكان احد التخطيط المثالي لما احنا بيتحط التخطيط ان يجي حسين الشحات ويجي ياسر ابراهيم. ده كان التخطيط النموذجي اللي احنا حاطينه اللي يخلينا نستفيد على طول من جيرالدو واعتقد انه سجل النهارده. ايوه. وحاجات اخرى. في طريقه تكوين الفريق. ايوه. لان كان البدائل هتعمل شد ارباك. هنجيب بدائل كويسه بس هتعمل شد ارباك. طيب في صفقه ياسر ابراهيم يعني خليني برضو نتكلم لانه ده الناس كلها شافته. رئيس نادي الزمالك قال انا عندي توقيع وقال انا عندي رغبه وقال ان انا عندي هحبسه لو انا مش ميال اني التفت الى هذه الامور. انا دلوقتي عندي لعيب لا انا بعتبر الصفقات دي مباراه حد بيفوز على التاني فيها ماليش دعوه. انا احتياج فرقتي كذا جبنا هذا الاحتياج. الاخرون ننتظر خطواتهم عشان نرتب خطواتنا. بس ما اظنش ان هيحصل حاجه. لانه كمان المهندس فرج عامر قال لك ما جاليش اي عرض رسمي الا من النادي الاهلي ومن انديه اخرى. ما هو انت برضه عايز تصر ان الطرف يعني كان ممكن هو طلع عقد قال لك مضالي يعني ايه يبقى عايزه. مضى معاه ليه؟ اذا كان مضى يعني. لكن الفكره كلها هل حقق تيم دي ولا لا؟ مش عايزين نخوض في هذا الامر لانه سيبوا لوقته لانه له كل حاجه ليها حاجتها. ليها ردودها القانونيه. طبعا. عشان كده كابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم وفي بطنه شادر بطيخ صيفي. مش شادر. اصل ما ينفعش انك انت تعمل حاجه تصرف غير قانوني تهددني بيه. ايوه. يعني دي. ايوه بالظبط كده. الامور مشيت سهله؟ مفيش حاجه سهله. سهله ايه؟ بقول لك كل يوم بننام للساعه بعد صلاه الفجر من التليفونات والمتابعات. خلي بالك زمان كان كل ده بيحتاج مشاوير. دلوقتي انت بالتليفون وعلى يدك بتحل مشاكل قد ايه وانت قاعد. اكنك عملت 4-5 زيارات. بتتكلم هنا وبتقرب ده وبتكتب عرض وبتسمع نتيجه وبتنقلها وبتعمل حوارات جانبيه. كل ده انت مش محتاج
تطلع خطوه من مكتبك او من بره بيتك، كل ده والا ما كانش حد خلص حاجه. احنا مخلصين ايه؟ دي خامس او سادس صفقه. ها؟ مفيش حاجه فيهم سهله. الحمد لله ان احنا خلصنا، وكان شفت الترتيب ده كان مختار بدقه. كنا عارفين ان اصعب صفقتين هيكونوا حسين الشحات وياسر ابراهيم. فخليناهم اخر حاجه الضغطه الاخيره. لان لو ابتدينا بيهم كنا عقدنا الصفقات الثانيه يمكن او قطعنا. يعني ده ترتيب موضوع؟ ترتيب اللي يخلص بسهوله دلوقتي خلصه. ايوه، خلي البيعه الثقيله للاخر. والكابتن هناك في المانيا، احنا خلصنا محمد محمود. رجع بعديها بيومين خلصنا محمود وحيد. حتى لو كان حد وبعديها جيرالدو. واخد بالك؟ وجيرالدو لو كنا استنينا 48 ساعة. 48 ساعة. أنا خدت التأشيرة قبل الوكيل اللي كان رايح يتكلم عشان الترجي. وقال لي شوف أنا إذا ما دخلتنيش في الصفقة هوجهه للترجي. وأنا الترجي مكلمني وأنا باخد التأشيرة ورايح. قلت له طب قابلني هناك. بس ما أنا كنت خدت التأشيرة. أيوه. وكان لازم أخلصها قبل ما حد ينط فيها. فهي كده الوقت في المسائل دي مهمه جدا. عشان كده كنت استغرب ويقول لك التباطؤ، هم مش شايفين كم الحركه اللي بيتم. يعني اربع لعيبه مهمين جدا، محمد محمود، محمود وحيد، جيرالدو، رمضان صبحي، ثم الاثنين ده رمضان صبحي ده التليفون هو بطل الليله. التليفون طبعا ناس في المانيا قاعده والكابتن الخطيب تعالى لي، كان لسه ما بيروحش النادي، تروح اكتوبر. نعمل المكالمات والتليفونات ونادر شوقي والدنيا تتعقد وترجع تتفك وتتعقد وهم مش عايزين والمدرب متمسك برمضان. طب لا، وبعدين ابتدوا يحطوا لنا شروط تعجيزيه لحد ما قدرنا نوصل لحل مناسب. يعني احنا من حقنا نرجع تاني نتكلم في استمراره اخر الموسم. وهو راغب هذا يعني فطبعا نادر شوقي تعب في الموضوع ده. الوكيل بتاع رمضان. وبعدين انت يعني المشكله او مش المشكله، الميزه المره دي كل اللعيبه اللي جايه لك مضحيه. ايوه، متمسكه قوي. رمضان سايب حاجات، انت عارف راتبه كام في الست اشهر دول؟ ها؟ وانت اديته زي زمايله اللي هنا. ايوه، وده كان الشرط من هناك. قال انا ما تعتبرونيش المشكله، انا سايب فلوس كتير جدا، مش حاجه ابوظها عشان اتكلم في قرش زياده هنا. انا مش جاي للفلوس، انا جاي للنجاح. كويس. وهو طبعا نادر من حقه يتشطر ويتمسك، وكان سايب النادي، لكن في الاخر تمت زي ما النادي الاهلي عايز. ها؟ ولذلك اتمسكنا بيه. يعني خلي بالك، كل واحد يتمسك بينا اتمسكنا بيه، حتى لو دفعنا فيه قرش يبان زياده شويه. لان احنا عايزين هذه النوعيه. أيوة. عايزين هذا الاصرار، عايزين نرجع الكلام ده، الاخلاص. انك تيجي بتضحيه، انت مضحي عشان تيجي النادي الاهلي دلوقتي بفلوس. الثلاثه مضحيين، الثلاثه متنازلين عن مستحقاته في الانديه اللي هم كانوا فيها. والثلاثه يعني انا ما اعرفش ياسر يعني، انما تحديدا رمضان حسين أنا $150,000 مكافئته زائد النسبه بتاعت الاعاره من حقه 10%. قال مش عايز حاجه خالص. ولما جه هنا مش عارف ايه، داخلين بقى الواحد ساب كل الفلوس دي، هيجي يقول لك طب عوضني. تفاجئ ان يقول لك اللي هتحطه لي انا موافق عليه وادي العقد. لا، ما هو حد فعلا دخل قلب القلب، يعني في كلام كتير عنه مهم. لكن قول لي، محتاجين نشكر اللعيبه اللي مشيت، لانه اذا كنا بنتمنى التوفيق لا انا محتاج وبركات. طالما ان انت جاي صبر رحيل، يعني ربنا يوفقه. صبر رحيل نموذج للاعب المهذب المخلص
الذي لم يثر مشكله واحده. على فكره عمرو بركات نفس الشيء. اه صحيح. رغم امكانياتهم العاليه. ايوه. يعني ساب رحيل لعيب دولي. ايوه. راح الاتحاد السكندري. وهو لما راح الاتحاد السكندري كان عنده عروض اخرى. ايوه. لكن هو طبعا كابتن وليد صلاح بقى لما يكلم حد برضه راجل بطعم الاهلي وواخده والاستاذ محمد مصلحي والاتحاد السكندري القريب جدا من القلب. طبعا احنا حطينا مسطره. عندما تتعدد الرغبات الاختيار للاعب. هو اللي هيقول اروح الحته الفلانيه. اها. لانه لازم يروح حته مرتاح لها. طيب قول لي بقى في الضغوط الشديده قوي ديت و شوف ما انت بتتكلم بقى كل شويه بتفتح لي ايه؟ انت بتتكلم وكل ده انت عايز تخرج لعيبه وتجيب لعيبه وتسافر تعمل ايه مش عارف كل ده موجود في ورشه يعني الكابتن الخطيب ما انا 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 ده اللي انا عايز اسالك عنه بقى الحقيقه لان الكابتن الخطيب في عز هذه الضغوط العاليه جدا والكتيره قوي الظروف الصحيه الناس عارفاها النتائج النتائج مش مساعدك مش مساعدك خلي بالك تعرف النتائج مأثره على قوتك التفاوضيه كده امال ايه تشتغل الاطراف الثانيه شايفين ان انت عايز محتاج عايز الصفقات دي لان الاعلام بيقول ايوه كل ما تكسبش ماتش الاعلام يكلمك وجمهورك يكلمك على الدعم 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 الجمهور طول الفتره راكب فوق كتافك ما هو بقى شوف دي حاجه فيها عيب وميزه عيبها انك بتخليك انت مش كومفورتبل مش مرتاح لكن الميزه انها بتحفزك وبتخليك تجري وبتخليك بس احيانا بتعمل ايه يعني تبص تلاقي ناس عاجبها وناس مش عاجبها يعني ناس في الاول انت مش عايز تصرف انت رابط الكيس وفجاه الكيس. ايه يا عم انت هو الكلام ده مع ان انت وانت بتصرف في الاول انت مراعي ظروف معينه وعارف خزنتك فيها ايه وعارف مواقفك وانت بتصرف مؤخرا عارف خزنتك فيها ايه وهيجي لها ايه ايوه وخلي بالك كله باقتصاديات الاهلي لم يتلقى الاهلي مليما واحدا من احد ده كلام مهم هنجيله تفصيلا ياسر ابراهيم قال حققت حلم حياتي باللعب لنادي القرن وقال الدوري في الملعب والاهلي قادر على التتويج بالثلاثيه ان شاء الله وقال ان انا ضحيت من اجل الاهلي ودعم الجمهور الكبير اللي انا شفته ده طريقي للنجاح وقال وائل جمعه قدوتي وانا جاهز للمنافسه وان شاء الله كل التوفيق تم قيد ياسر ابراهيم في منطقه الاسكندريه او تم الحصول على لا 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 الاستغناء بتاع هو ياسر مش هتقدر تسجله قبل يوم 9 قبل يوم 9 اللي هو بعد بكره بعد بكره ايوه فانما اجرائيا انت بتعمل حاجات تانية بتستعد اول ما يتفتح باب القيد يبقى ورق جاهز فكانت عمليه استكمال مستندات يعني وده تمام كمان الاهلي انهى اجراءات قيد جيرالدو دا كوستا الانجولي اللي دعم به الاهلي صفوفه النهارده تم قيده في قائمه الاهلي وانهى كل الاجراءات واصبح اللاعب جاهز وموجود في قائمه الفريق بكره لمباراه سموحه في برج العرب ان شاء الله. الاهلي حدد 10 مباريات في الدوري او لجنه المسابقات حددت 10 مباريات للاهلي في الدوري وسته في افريقيا. دي خريطه الطريق في يناير وفبراير وبدايه مارس. شوفوا المباريات المضغوطه الفتره الجايه من 8 يناير ل 30 مارس. 3-8 يناير بكرة إن شاء الله سموحة والأهلي في برج العرب. الخميس 24 يناير المقصة أمام الأهلي على ملعب برج العرب. طبعا بينهم مباراة الأهلي وفيتا كلاب الكونغولي. 3-5 فبراير الأهلي مع إنبي في بتروسبورت. الجمعة 8 فبراير الأهلي وحرس الحدود في السلام. انت هتري هتتكلم على تفاصيل الصفقات طبعًا. ولا خلاص؟ لا هنتكلم عشان في شوية حاجات لا في تفاصيل كاملة. إذن المباريات المحلية والمباريات الأفريقية، الأفريقية السبت 6 يناير 12 يناير الأهلي مع فيتا كلاب الكونغولي، 18 يناير شبيبة الثورة الجزائري، 1 فبراير الأهلي مع سيمبا التنزاني، و12 فبراير سيمبا التنزاني مع الأهلي في دار السلام، 8 مارس فيتا كلاب الكونغولي مع الأهلي في كنشاسا، والجمعة 15 مارس الأهلي مع شبيبة الثورة الجزائري في برج العرب.
دي الأجندة المحلية والأفريقية للأهلي. يعني بنتكلم على عدد من المباريات كتيرة في خلال 7 مباريات للأهلي في الدوري، والإضافة إلى 6 مباريات في أفريقيا. يعني بنتكلم في 13 مباراة ابتداء من 8 يناير وحتى 30 مارس. في ظل طبعا الاهتمام الكبير جدا بكل ما يحدث في الأهلي، الأمر لا يخلو من شائعات كتيرة وشائعات تملي في توقيتات الهدف منها معروف، وأعتقد الكافة كلها تعلم إيه الأهداف من ورا ده. موقع جريدة الوطن طلع امبارح فجأة وقال إنه الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي استقال فجأة كده، وقال الوطن الضماطي يستقيل من مجلس الأهلي والأعضاء يقنعونه بالتراجع. وطبعا بعدها الأستاذ محمد الضماطي كتب تويتة أعلن فيها نفيه التام والقاطع لده واحترامه لمجلس الإدارة ولكل زمايله في المجلس. شوف نحن نعيش في سباق محموم في هذا العصر بين وسائل الإعلام والصحافة والسوشيال ميديا، مين اللي يسبق يجيب خبر. ومن هنا ظهر الظاهرة، مش جديدة لكن تنامت، سيطرت استشراف الخبر من الأحداث، صناعة خبر، انك انت تقول الله كذا 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 يبقى ده قد يؤدي يبقى يحصل كذا. هو كتب حاجة عن الضغوط التي يتعرض لها والتي شاهدها في مجلس الإدارة، بيحكي عن تجربته في المجلس والتجربة اللي تعرض لها النادي، وما فيش حد مش شايف ان مجلس الاداره بيتعرض لضغوط رهيبه من كافه الاتجاهات خلال الموسم الماضي. طبعا فهو كاتب كده، ولذلك انا عايز انصح اخواتي الصغيرين وفيهم ناس في سن ابنائي، سيبكوا بقى من وسائل التواصل الاجتماعي لانها هتجرجر مشاكل. انت كل احنا هنا كنا نقول ساعات كلام يا استاذ ابراهيم نحاسب على كلام ما قلناهوش، على تفسيرات مش هي اللي احنا اللي انت قلت قلناها. لكن ولذلك انا كل كلمه بتكتبها توقع ان في ناس هتقول لك برافو والله ينور يا عم وحراق، وفي ناس تانية هتاخد الخبر ده تعمل لك بيه مشاكل حدوته تانية. فأنا دي نصيحتي. يعني المصري اليوم نشر حوار مع أحمد حسن كوكا لاعب الأهلي السابق اللي كان راح خاض فترة احتراف في البرتغال وانتقل منها إلى الدوري اليوناني. بيقول كوكا يخرج عن صمتي ويكشف أسرارا جديدة في مسيرته الكروية، الأهلي بيتي وأنا تحت أمره في أي وقت، وتكلم عن علاقته بمانويل جوزيه كيف كانت وفكرة الاحتراف الخارجي وترحيبه أو أمنياته أنه يعود للأهلي، وقال أن أنا تربيت في الأهلي من ساعة لما كان عمري 6 سنين. بلاش انا اعلق على موضوع كوكا ده. طيب بلاش انت. الاتحاد الافريقي قدم ميعاد الاعلان عن الدولة اللي هتستضيف ان شاء الله كأس الامم الافريقية العام الحالي في يونيو 2019، كان المفروض الاجتماع في بعد غدا الاربع، قدموا يوم عشان يكون التصويت بكرة الثلاث في اجتماع يبدأ من 10:30 صباحا بتوقيت القاهرة، علشان يتم التصويت على الدولة اللي هتستضيف. مصر عندها كل الطموحات وكل الرغبات وقدمت ملف كبير، وأعتقد تنافسها جنوب أفريقيا، ويحظى الملف المصري إن شاء الله باهتمام مؤسسة الكاف، وبإذن الله تنال مصر فرصة تنظيم كأس الأمم. جنوب أفريقيا من جديد ليس المنافس السهل، وجنوب أفريقيا مؤكد ما هياش منافس سهل، لكن كمان ده بلد نظم كاس عالم، يعني صحيح البنيه التحتيه عنده، لكنه نظم كاس الامم 2013، ومن ثم انت ما نظمتش كاس الامم من 2006. انا بكلمك في ايه؟ القدره. انت بتنافس منافس قوي، الاطمئنان عشان ما يجيلناش صدمه بس زي كاس العالم، ان احنا باذن الله عندنا، يا رب تكون عندنا ان شاء الله، هتفرق كتير جدا جدا جدا، مش هتفرق بس مع المنتخب، ده هتفرق في نظام كرة القدم عندنا. أيضا اجتماعات الاتحاد الأفريقي، هذا الحفل هيعلن فيه الفائز بالجائزة الذهبية لأحسن لاعب في أفريقيا 2018، نجمنا العالمي الكبير محمد صلاح بينافس بشدة مع السنغالي ساديو ماني والجابوني أوباميانج على نيل هذه الجائزة، إن شاء الله يعني تكون من نصيب صلاح. مش مفارقة ان هو وزميله في ليفربول
وننا النفسانة اللي ممكن يعني نتمنى ان شاء الله اللي باذن الله نجمنا يتحلى بصلابه في شخصيته ما مش موجوده عنده زي النهارده. لكن في 83 7 يناير 1983 زكريا قال للمأمور عينك ما تشوف الا النور. ده كان منشط المثل اللي كتبه الراحل الاستاذ حمدي النحاس لما زكريا ناصف سجل هذا الهدف فاز به الاهلي على الزمالك في قمه 7 يناير 1983. دايما وابدا لفه 180 درجه بشوطه لزكريا. زيكو حاجه جميله. بص زكريا ده لاعب ظهر بسرعه صاروخ مش عارف فضل عامل كده مره واحده توقف حاجه غريبه جدا. جات له اصابه جات له اصابه بس بعديها يعني بعد الفاصل هنشوف من جوه العين الى جوه القلب قوي كلام مهم. من جوه العين الى جوه القلب، ولو في حاجه اكثر عمقا من جوه القلب صدقوني تنطبق على حسين الشحات بالنسبه لكل واحد بيحب النادي الاهلي. لانه اللي عمله حسين الشحات واللي برهم بيه حسين الشحات وحجم الحفاوه والاهتمام والحب الحقيقي اللي تولد عند كل واحد بيحب النادي الاهلي ناحيه حسين الشحات اعتقد الحروف نفسها ما تكفيش تعبيرا على هذا النموذج يا باشمهندس. ربنا يعني زي ما بقول لك حط في طريقنا نماذج في الصفقات بتاعت المره دي اللي بتتمناها. بس حسين الشحات بقى يظل هو ايه الاكستريم او الحاجه التي لا تتوقعها. الراجل كان مستعد يعمل اي شيء عشان يجي النادي الاهلي اي شيء. وكلامه من كام سنه بيدعو ده انت لسه يا ريت يا شوارب توري لنا يعني اخر مشاركاته مع العين في كاس العالم للانديه هتلاقي قدم عليها عروض كبيره جدا. يعني انت حسين الشحات شوف بقى من ايام ما ترشح لنا من ايام ما كان في الشرقيه للدخان وكلمني برضو. عم حربي عليه وانا ما كنتش وقتها في النادي وقال لي بس تعالى رحت قابلت سيد رئيس الشركه وهم هناك الناس بتحب انها تتعامل معانا في النادي الاهلي ونقلت هذا الكلام هنا خلاص ما هو دوري ينتهي عند هذا الحد لان انا مش امتى مش مسؤول مش عارف من ايه 5 سنين يمكن 4 5 سنين يمكن حرب هو اللي بقى فاكر انا ما بقاش يعني فانا بعد كده لقيته بيلعب في مصر المقاصه خلاص باك بيلعب باك ادى موسم كويس طب هنجيبه اول ما دخل النهارده راح يتصور مع دولاب البطولات انت لو انت شفت اخوه محمد تتخم فيه هو هو بس اكبر شويه جسمه يعني هم اقرب انه يكونوا توأم يعني اقرب ان يكون توأم يعني لخبطوني النهارده هما الاثنين عايز اقول لك ان محمد ده وحسين الحقيقه جماهير اهلاويه التراس يعني درجه ثالثه من الجمهور اللي بيروح الدرجه الثالثه ده مؤكد مؤكد لان الاصرار ومن يوم ما كان هنا وهو بيقول ما حدش يقترب مني انا بتاع الاهلي. شوف انا فاكر من حوالي 4 5 شهور جه عمل حوار مع بوابه اخبار اليوم الالكترونيه. الكلام اللي انا سمعته منه جيت قلت لك وقتها إن ده لازم النوعية دي اللي هي اللي محتاجها الأهلي لأنه كلامه أنا مهما جات لي أي إغراءات من أي حتة عشان ألعب في أي مكان مش هاجي إلا النادي الأهلي حتى وهو الراجل شايف الإمكانيات الكبيرة والعروض الكبيرة في الخليج أنت عارف وإغراءات خطوته العين خطوته للعين تعني إن الحلم ده انتهى هو اتنقل نقلة تانية نقلة تانية في الإمكانيات والفلوس واخد بالك واصبح في سوق خليجي اتفتح له زائد سوق اسيوي جنب السوق الافريقي وبعدين تيجي ماتشات كاس العالم عشان يعني يتالق ويزود الدنيا صعوبه في التوقيت اقول لك حاجه انا كنت
في الصيف كلمته وهو هنا عشان المنتخب. ايوه. حسين عايزين نخلص. قال لي وانا معاك يا كابتن تحت امرك. قلت له طب دلوقتي نعمل ايه؟ قال لي انا مسافر بعد بكره، اول ما اسافر هقول لهم النادي الاهلي عايزني وهبلغك. سافر بعد يومين كلمني. قال لي دلوقتي هم الناس بتقول ازاي بتتكلم في حاجه زي كده واحنا هننظم كاس العالم للانديه وانت ما حدش يفتح بقه في الموضوع ده دلوقتي. وده طبيعي. فاحنا اجلنا هذا الكلام لحد قبل كاس العالم بشويه. افتكرته نسي بقى وهيلعب كاس العالم ولا هيعبرنا. فرجعت اتكلمت معاه. لقيته على نفس الاصرار. كويس. وكان كل شويه حد يكلمني من الولاد بتوع السوشيال ميديا اصحابه له اصحاب في السوشيال ميديا. هو حسين فاكرين ان احنا مطنشين يعني، يا جماعه مش مطنشين ولا حاجه، بس من فضلكم ما تضغطوش عشان تعرفوا اخبار ولا بتاع يعني. لحد ما انا طالع اجيب جيرالدو قلت له يا كابتن انا كده كده واخد هعمل توقف في الامارات في مطار الامارات. ايوه دي الرحله اللي خلت الناس. ايوه قلت له وانا راجع بعد ما اخلص جيرالدو ما اخش الامارات يوم ولا اتنين اشوف العين واشوف ايه الليله ماشيه ازاي على الاقل يعني. عملت اتصالاتي مع الناس اللي كان المفروض هتساعدني ان انا اجيب التاشيره بتاع. قالوا لي يا باشمهندس صعب جدا حد يقابلك اثناء كاس العالم. لا طبعا. وبيني وبينك لقيتها مش مناسبه. طبعا طبعا. خصوصا ايه؟ هو راح كسبان الفريق الياباني وبعدين كده راح كسبان خلاص الدنيا كبرت. ده هيلعب على المركز الثاني. هنروح نكلمهم ازاي يعني؟ بس فتألقه كان يزيد من قلقي. ان هنخش في شريحه تانية. هنخش في نقله تانية. واحنا كنا حاطين تصورنا على حاجه يعني. زادت كتير ضعفين ثلاثه. لما جه بقى خلص كاس العالم بعتنا لهم جواب تهنئه وجواب تاني عايزين نفتح فيه الموضوع. وبعدين خدت اسم شخص يعني يستطيع ان هو يعني يكون ايه يدير هذا الحوار هناك. من دولاب العمل عندهم يعني. اول رد لا مدرب متماسك بيه مفيش تفكير في بيعه. طب نفكر 48 ساعه واكلم سعادتك. رحت متكلم تاني قال لي صعب جدا المدرب مصر. فانا عايز اعرف قلت له يعني دلوقتي اعتبر هذا اغلاق للملف. فلما فكر لحظات الامل جالي بقى. فقبل ما يرد ما هو مش عايز يقول دي كواليس مهمه. مش عايز يقول قلت له لا الموضوع في الاخر مين اللي معانا؟ حسين الشحات. طيب نكملك القصه دي لان مش عايزين نسيبه يستنى على التليفون كتير. يا كابتن حسين اهلا بيك. اهلا بيك يا اسلام. اهلا بيك. انا ابراهيم المنيسي. هو الاستاذ ابراهيم اللي كان بيقول لك انت الحقيقه من خمس ست شهور حلفت لي ان انت مش هتيجي الا للنادي الاهلي وكنت عند الكلمه بجد والله. الحمد لله الحمد لله قد كلمه القران استاذ ابراهيم. حسين الف مبروك ليك. النادي الاهلي طبعا الف مبروك ليك. والحقيقه انا كنت لسه بقول للمهندس عدلي التضحيات اللي انت ضحيت بيها واحساس الجمهور بحبك للنادي الاهلي بجد يعني دخلك في قلب القلب وانت جاي من جوه العين كمان. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا استاذ. والله يعني اي حاجه فات النادي الاهلي طبعا. وحاجه لو عملنا ايه مفيش حاجه تغلى عن النادي الاهلي. اهم حاجه ان كنتوا تكونوا باذن الله تعيدوا السيره العطره لجيل بدايه الالفيه الثانيه. وعندكم الامكانيات والمقومات والفريق دلوقتي متجانس ومكتمل وباذن الله لعيبه ثقيله كبيره كمان ما شاء الله. انا عارف العبء والتوقع اللي الناس حطاها عليك ده بيديك طبعاً. مسؤوليه طبعا طبعا بيديني مسؤوليه بيديني مدافع اهم حاجه يعني. فطبعا يعني دي حاجه انا حاسسها ودي حاجه انا بشكر الجمهور عليها وان شاء الله. قول لي يا كابتن نقدر نحقق حاجه ان شاء الله للجماهير والاداره طبعا للاداره. قول لي ايه اللي دار بينك وبين الكابتن الخطيب؟
والله طبعا يعني كابتن الخطيب رمز كبير وحاجه كبيره طبعا يعني الوطن العربي ومصر وكل حته في العالم. الخطيب طبعا كلمني وكان عايزني اجنب الاهلي عشان خاطر قلت له طبعا عايز اجي كده. الحمد لله يعني كابتن الخطيب حاجه كبيره ما حدش يقدر يفوت له طلب طبعا. وبارك لك بعد ما العمليه انتهت تماما. الحمد لله الحمد لله. طيب يعني خلاص المهندس عادل عنده كواليس بس انت عندك حواديت كتيره، انت قبل كده مضيت للاهلي مرتين وفضلت مستني لغايه لما سافرت مش كده؟ لحد دلوقتي يمكن داخل لحد دلوقتي في 5 سنين مع النادي الاهلي. دي تالت دي رابع محاوله مش كده؟ ما اشتريت دخان والمقصه مرتين ودي مره ودي مره خمسه. دي المره الخامسه. بقول لك كان في محاوله انك تيجي من ايام ال الشريعة للدخان. الدخان ما يعني شريعة الدخان. ولكن النصيب ما حصلش نصيب. الحمد لله يعني ربنا رايدها في وقت معين الحمد لله. الجمهور قال لك ده القدر يعني مأجله عشان تيجي يوم 6/1 امبارح. سبحان الله. قول لي بقى وانت في عز نجاحك في العين يعني مش كتير الناس تقدر تشعر بده، انت في قمه النجاح مع العين وهو نادي كبير ونادي محترم وبتلعب بطوله كاس عالم وبتلعب فاينل كاس عالم لكن ما بعدتش عن التفكير في الاهلي. لا لا والله طبعا يعني اداره العين المحترمه طبعا يعني انا ما اتكلمتش معاهم غير بعد كاس العالم بصراحه لان هم كان ترى عارف الموضوع. لا احنا احترمنا انك تركز طبعا في كاس العالم. طبعا طبعا. طبعا يعني انا احترمتهم جدا ومحترمهم وكل شويه افضل اشكرهم طبعا اداره العين وكابتن حماد والجماهير واللعيبه افضل اشكرهم طبعا. والاستاذ سلطان طبعا راجل نعم والاستاذ سلطان برضو راجل متعاود ورئيس النادي طبعا. الحقيقه حسين الحقيقه وانت راجع المره دي من الامارات الجمهور ركز انه الصوره اللي واضحه في المطار ان راجع بعدد كتير من الشرط ومعاك اسرتك فقال لك لا ده جاب عزاله معناها انه خلاص ناوي يقعد. انت كنت فعلا حساباتك انك انت جاي تقعد فعلا؟ يعني كنت خلاص يعني حساباتي اللي انا ان شاء الله حاسس ان انا هكمل ان انا ارجع الاهلي وخلاص يعني. هي اللقطه دي بقى يا حسين بينت اللي خلتني اتفائل. انه لقطه المطار دي لما اغراضه خلاص لما عزاه ما الحمد لله كنت كده بحب. اللقطه دي اصلها شفتها قبل كده من الكابتن احمد حسن في مطار بلجيكا. واحد كلمني قال لي ده الكابتن احمد حسن نازل معاك كميه شنط. قلت له يا فرج الله ما دام جايه بالشنط كل اللي بحاسس يبقى جايب شنطه كلها. صحيح. طب قول لي بقى يا حسين انت الناس كلها اتكلمت على تضحياتك لانه فعلا حتى الكابتن محمد ابو تريكه وهو بيشيد بيك قال ان انت فعلا اخترت الاهلي واخترت جمهور الاهلي مش ما اخترتش الماده. الاغراءات كانت كبيره عندك اكيد. والله يعني طبعا يعني كابتن محمد ابو تريكه لما يتكلم عني حاجه زي كده فدي حاجه كبيره وحاجه كويسه جدا يعني بتديني دافع كبير جدا. يعني انا قلت قبل كده وهقول اي حاجه كده الاهلي طبعا نادي الاهلي كبير وباذن الله ما تلقاه من حب ما تلقاه من حب هيعوضك وهيكون سبب انك كل شيء يعني قدمته عشان تيجي النادي الاهلي هيرجع لك اضعاف باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يعني يرجع اضعاف في الوقت ان شاء الله. طيب يعني حاجتين النهارده مهمين جدا اكيد عندك اكتر منهم. قعدتك مع مستر لاسارتي ايه اللي حصل فيها؟ لا والله كان بيكلمني بصراحه يعني قابلني بشكل محترم وهو كابتن تابع حفيظ وقال لي انا متابعك وعارف لعيب كويس انت لعيب كويس وكده وربنا يكرمك ان شاء الله وتقدر تساعد فينك وتساعدنا وتعمل هنعمل حاجه كويسه مع بعض وان شاء الله انا عارف انت عشان تيجي الاهلي وكان هو عارف كل حاجه. وقال الناس كانت متمسكه بيك كلهم وكله كان عايز يدفع من جيبه عشان خاطر انت تيجي فالحمد لله يعني فهو كان عارف كل حاجه يعني فقال لي ان شاء الله ربنا يكرمك معانا ونعمل حاجه كويسه كلنا مع بعض يعني. محمد اخوك طبعا اسعد الناس دلوقتي. طبعا طبعا محمد اخويا مبسوط جدا. لعب كوره يا حسين محمد برضو ولا نعم لعب ولا ما لعبش؟
بيلعب بس مشاوي بيلعب على قده. لا بس الحقيقه يعني هو محمد اهلاوي من مشجعين الدرجه الثالثه. ما خلاص واضحه. البيت كله هتلاقيه كده. يعني بيروح اكتر مني. بالظبط يعني ما شاء الله. يعني ده حسين لما كبر. قول لي كمان انت بعد اللقطه دي رحت تتصور عند دولاب البطولات في النادي، يعني كان تفكيرك ايه؟ بس طبعا يعني اخويا على طول موجود في الاستاد والله، يعني حتى اما انا ما كنتش بروح فتره الاستاد هو كان دايما بيروح وكان دايما موجود مع الاهلي في كل مكان. كان بيروح يعني في افريقيا و طيب رحت اتصورت مع درع الدوري ودولاب البطولات. ايه بقى يعني ايه الرساله اللي عايز تقولها؟ عقبال ما يشيله والله ده احنا جايين ان شاء الله نحقق افريقيا والدوري وكاس ونحقق كذا بطوله ان شاء الله مع بعضينا انا وسعيده، وان شاء الله نقدر نحققها ان شاء الله في كاس افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. شايف الدرع ده بعيد السنه دي؟ نعم. شايف صوره درع الدوري ده وانت مع الدرع بعيده السنه دي ولا شايف المنافسه عامله ازاي؟ مفيش حاجه بعيده عن النادي الاهلي، النادي الاهلي متعود ان هو ياخد بطولات، النادي الاهلي متعود ان هو يرجع في اي وقت، ان شاء الله مفيش حاجه بعيده وان شاء الله نقدر نحققها ان شاء الله. الحقيقه انت تستحق كل التحيه، والف الف مبروك ليك الاهلي والف مبروك لجمهور الاهلي كله يا حسين. الله يبارك فيك، مبروك علينا كلنا والله. الف مبروك واهلا بيك، وان شاء الله اللي انت عملته ده دي بدايه نجم كبير جدا، لانه اللي سكن قلوب الجماهير بكل الحب ده يستاهل ان شاء الله كل الخير ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. يلا بقى كده روح استعد للمشوار اللي جاي باذن الله. ماشي ان شاء الله. شكرا للكابتن حسين الشحات نجم النادي الاهلي. ولما بقول لكم جه من جوه العين، لانه انتوا بتتكلموا في نادي العين الاماراتي، نادي لعب نهائي كاس عالم، نادي عنده قدرات اقتصاديه عاليه جدا، نادي زي اي نادي في الخليج، فما باله ان هو في قمه الانديه الخليجيه، فما عندوش اي مشاكل ماليه، بالعكس بيدور على لعيبه كويسه، وعنده لعيبه، عنده لعيب يعتبر جوهره بجد زي حسين الشحات. الجمهور حتى المصري في الجاليات في الجاليه المصريه اللي موجوده تعلقوا بيه، فعنده لاعب نجم يا باشمهندس، تسويقيا عالي جدا، فنيا متميز قوي ومحتاجه. لكن مع رغبه حسين الشحات انه يجي للنادي الاهلي خلى النادي الاهلي يتمسك بهذا الرغبه ويدفع كتير يا باشمهندس. شوف خليني بس ايه ماشيين في سياق عشان تفهم كيف تطور الامر. فاحنا لا مش هنبيعه. طيب يعني فسرح شويه كده، قلت له يعني نقفل الملف ولا حضرتك مثلا لو جالك رقم يعوضك انك تقدر تجيب لعيب بداله؟ قال ما هو المدرب متمسك جدا بيه، واحنا طبعا يهمنا ان احنا نحقق له اهدافه، لكن لو قدرنا نعوضه برقم يسمح لنا نجيب لعيبه بقى تغطي الطموحات بتاعتنا ممكن نفكر. قلت له قول لي الرقم ده ايه؟ قال لي، قلت له انا بالنسبه لي هقول لك امكانياتي مش هقول لك الرقم. أيوة. اللي انت عايزه بالظبط. قال لي 8 مليون. يا نهار ابيض 8 مليون بدات ب 8. انا اتضايقت. الله، طب هنوصل من 8 دي لايه؟ المهم قلت له اعتقد يعني ان هذا رقم لا يمكن ان نبدا به حوار. من فضلك مش عايز ارد دلوقتي. هكلم حضرتك بعدين. اما هو تاني يوم قال لي انا هرد عليك بكره ما ردش. كنت انا اتكلمت بقى مع الكابتن الخطيب. قال لي طيب شوفوا تابع ماشي. رحت مكلمه بعديها بيوم. كل ده انا بقفل بكلم حسين. عشان اعرف، لان هو يعني هو برضه عاش هناك يعرف الكلام ده. هل ده ارقام عاديه كده ولا ده رقم هيبقى مبالغ فيه؟ تاني رقم اداني امل بقى. نزل من 8 ل6. ل6. طب ابعت لنا جواب هذا الكلام. بعت لنا جواب هذا الكلام. لا انا، احنا كنا الاول بعتنا له جواب بعرض بقى. لما قال لي 6 في التليفون قعدت مع الكابتن وبتاع لحد ده، احنا كنا عايزين نبعت 2 2.5. قلت له مش هينفع نبتدي كده دلوقتي. لان هو عند في منطق. المنطق ان ده راجل لعب كاس عالم وكان من المتالقين. والعين دلوقتي بقى في الفاينل كان حطينا 3 مليون. راح رد علينا ب6.
فقلنا له 3:30. استنى بقى كام يوم كل ده انت بتلعب هنا ماتشات وبتتكلم مع حسين، وحسين بيقول لهم طب ما انا اكمل لكم من مستحقاتي، طب انا اسيب كذا، طب انا مش عايز نسبتي في العقد، طب فنبتدي نحسبها من جديد. لحد بقى ما الكابتن اتفقنا هنقول لهم 4 مش هنقدر نكمل. طيب في حاجيلك لده، لانه كمان تدبير هذه الاموال في هذه الصفقة الأعلى في تاريخ ربما انتقالات اللاعبين خاصة مع النادي الأهلي أثارت الكثير من علامات الاستفهام اللي هنجاوب عنها بكل الوضوح، لكن مبدئيا نشوف الرأي الرسمي لدى الأستاذ خالد الدرندلي أمين صندوق النادي. أستاذ خالد أهلا بيك. أهلا، مساء الخير يا أستاذ إبراهيم وكابتن عدي، مساء الخير يا فندم. أهلا كل سنة وحضرتك طيبة يا أستاذ خالد. قول يا أستاذ خالد، عايز أسألك سؤال محدد. عملنا حوالي 5-6 صفقات والسوق كان في السنة دي خلاص اتنقل الخطوة اللي غير مسبوقة وما بقتش الأرقام اللي هي بتوع 5 و10 والكلام ده. هل كنت تتوقع أن تصل في الإنفاق على كرة القدم إلى هذه الأرقام وكيف تم التمويل؟ لا طبعا الارقام بعيد عن السابق كثيره كابتن عادل، انت راجل قديم في المجال ده وطبعا مرت عليك سنين كثيره، الارقام وراء ما وصلت للحاجات دي. ولكن خلينا بس الاول انا بهني الجمهور كله الحقيقه، جمهور النادي الاهلي في جميع انحاء العالم بالصفقات الجديده والصفقات الكبيره. وبس مش عايز اقول ان احنا التهنئه كامله، عايزين نهني لما نستعيد بقى ان شاء الله كاس افريقيا كده اللي هو هدفنا وهدف مجلس إدارة وكابتن خطيب وكل أهلاوي. يعني اللي احنا مرينا طبعا بفترة عصيبة جدا، والجمهور عندنا زي ما حضرتك عارف عندنا ثقافة فوز بس ما عندناش، الجمهور لا يقبل يا تكسب يا تكسب يعني غير جمهور أي نادي تاني، أي نادي تاني عنده احتمالات، أنت جمهورك ما بيقبلش غير الفوز. فإنك تمر بحاجة فترة زي دي، ضغوط الماضي علينا الفترة اللي فاتت وانت عايز تعوض وتبني بناء فريق جديد، فلازم تكون الصفقات على هذا المستوى. احنا تعودنا النادي الاهلي لما بيعمل صفقات بيبقى صفقات كبيره مهما كانت العراقيل ومهما كانت الظروف اللي مرينا بيها، فبيجي برضه النادي الاهلي زي ما بنقول ما بيقبلش غير الفوز، فلازم تجيب صفقات تليق بالنادي الاهلي. الحقيقه بقى بعد كل ده النادي الاهلي غني بجمهوره وبإيراداته ولعبته ومحبيه. احنا النادي على فكره احنا الميزانيه كانت يعني لسه في الجمعيه العموميه بتناقش وكانت منصوره، احنا الحمد لله عندنا ايرادات كويسه جدا وعندنا يعني الوضع المالي كويس جدا، عندنا ايرادات من احسن اكبر عقد رعايه اكبر عقد بس فضائي، عندنا ايرادات جايه من مشاركتنا في افريقيا وصلت للنهائي، عندنا ايرادات 3 فروع انديه في فرع رابع بيفتح، عندنا ايرادات كتير في النادي الحمد لله. فلما نيجي النهارده نقول النادي الاهلي عايز يعمل صفقه، فالنادي الاهلي جدير بانه يعمل صفقه كبيره من تمويله من ايراداته الخاصه. الحقيقه الصفقات اللي عملناها كلها الفتره اللي فاتت كلها من خزينه النادي، لم يتحمل مليم من هذه الصفقه سواء مسؤول في النادي او مشجع او محب او داخل مصر او خارج مصر، كلها من ايرادات النادي. استنى دي جمله مهمه جدا يا استاذ خالد، وانت وزير ماليه الاهلي، ما تم انفاقه على صفقات الاهلي هو من اساس موارد النادي الاهلي واموال النادي الاهلي طبعا، مفيش تبرع لاي حد في اي مليم فيها. استاذ ابراهيم احنا اخر صفقتين رمضان صبحي وحسين الشحات مشيوا بنفس الطريقه، لان دول الصفقتين التقال اللي كانوا بتتعامل مع انديه خارج مصر. النظام لما بيبقى حضرتك كابتن عادل طبعا خبره السنين كلها، لما بتعمل صفقه داخل مصر بتقعد بتديهم الشيك بتاخد البطاقه بتاخد الاستغناء، يعني كلها حاجات امور عاديه، انما لما بتتعامل مع انديه خارج مصر وبتكون لاول مره تتعامل مع هذه الانديه وبمبالغ كبيره فبيبقى ليها اجراء مختلف. احنا عملنا الاجراءين دول في الصفقتين الاخرين رمضان وحسين. والحقيقه كان الامور كانت واضحه، يمكن انا مثلا حسين الشحات اول امبارح
امبارح امبارح انا كنت مقيم في نادي من الصبح لحد المغرب لحد ما حسين جه ومضى. احنا قاعدين البنك بنك مصر عندنا داخل النادي. ايوه طلعنا عملنا عشان نضمن حق النادي والنادي هناك يضمن حقه نادي العين. احنا عملنا شبه اعتماد او اقساط ضمان يعني بنك مصر هيتعاون معانا وطلع لنا الكلام ده في الحال يعني حاسس دي بتاخد وقت. احنا في ساعه زمن كان البنك مطلع لنا اقساط ضمان او مشروط او يعني نقول اعتماد ان احنا هنحاول البنك بيضمن تحويل المبلغ كذا 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 بعد وصول البطاقه بمجرد وصول البطاقه الدوليه للاعب. الكلام ده راح يبقى اللي هي فلوس اجينست دوكيمنت بالظبط. احنا البنك اللي خدنا البنك بتاعهم ايه وعملنا له هذا الخطاب. البنك وصل للنادي كان كل ده امير توفيق قاعد هناك في منتظرني كان معايا على التليفون ان هو يوصل الجواب ده. البنك يبلغ النادي هناك البنك بتاعهم أيوه. يبلغ النادي ان ده تم يوم على طول هم يبعتوا لنا العقد عشان يمضي طيب. يمضي ونبعت تاني هم يمضوا تاني. فالحاجات دي طلعت كلها من جوه النادي ومن جوه البنك بتاعنا بكامل القيمه بكل حاجه من دون اي تدخل من اي حد خالص داخل مصر او خارج مصر. فيعني وبعدين عايز اقول حاجه برضه النادي الاهلي ياما مر بصفقات كبيره وما يعني بس كل حاجه نسبيه يعني. رهن عصرها يعني باذن الله يعني احنا مش اول مره يا كابتن عدي باذن الله ورب. انت الموقف المالي للنادي ما شاء الله يعني اعضاء النادي وجمهور النادي يفخروا ربنا, ربنا ربنا يا استاذ خالد ربنا بيقبل مننا وبيدعمنا وواقف جنبنا علشان احنا ما بنعملش حاجات غلط زي مش ضروري يعني احنا ماشيين صح وامشي عيد اللي احتار عدوك فيك. ولذلك اي واحد بيقول كلمه بنقول له ابعت فتش ابعت اجهزه احنا اللي بنقول ابعت مش بنقول له ازاي تبعت. الحمد لله الحاجه كلها كانت العمليتين اللي فاتوا الصفقتين تموا من حساباتنا في بنك مصر داخل النادي وتمت العمليات بنفس الطريقه الصفقتين. فيعني احنا الحمد لله من حسابك بقول لك واضحه يعني من حسابك وفي بنك وطني. شاكرين يا خالد باشا متشكرين وربنا يوفقك ويكتر مواردكم يا رب. طبعا انا مش عايز اقول لك على حاجه احنا برضو يمكن كابتن عزيز زي ما كان بيقول الوقت كان العصيب اللي عمل لنا في الصفقه والروح والفلوس والمبالغ. كابتن خطيب كان بيتابع الكلام ده وقعد معانا على التليفون مع التليفون من الامارات مع التليفون مع انجلترا مع رمضان صبحي يعني القصه كانت من قبلها بكذا يوم واحنا عايشين على التليفونات وكابتن خطيب بيتابع كل الكلام ده الحقيقه. فيعني عايز اقول لك هي منظومه عمل مش واحد بس او اثنين كلنا الكابتن كلنا في ظهر مفيش حد كابتن خطيب الحقيقه يعني فعلا الموضوع ده بعلاقاته بصلته بال باسمه الكبير لولا كده ما كانش تم يعني هو كان واخد القضيه كلها على صدره. طبعا انا بقول لك احنا كلنا وبرجع اقول لك احنا كلنا منظومه سواء انا دخلت في الموضوع زميل ليا ما دخلتش كلنا في الاخر مجلس اداره في ظهر الكابتن الخطيب وفي نفس الوقت ايه يهمنا مصلحه النادي الاهلي ويهمنا ان شاء الله كده ان كل الصفقات دي كلها ليها مردود كويس على النادي الاهلي والكره المصريه والنادي الاهلي كده يسترجع بطوله افريقيا. ده اللي انا هنقول ده همنا وده الهدف اللي بنشتغل عليه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا للاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي. واعتقد الجمله الواضحه والجمله الذهبيه في السياق كل ما تم صرفه على صفقات النادي الاهلي هو من حر مال النادي الاهلي وعبر القنوات الشرعيه وعبر احد البنوك الوطنيه بنك مصر احد البنك الرسمي للنادي الاهلي فكله في منتهى الشفافيه والوضوح يا باشمهندس. دعني بقى ايه اتوقف امام بعض الحاجات قبل ما استرسل في كواليس الشحات تحديدا يعني. بدايه موسم الانتقالات كانت مخيفه ومزعجه ليا انا واعتقد كان في هاجس عند الكابتن الخطيب مش مريحه لان ابتدت بمشاكل. لكن اللي بدد هذا الهاجس قيمه النادي الاهلي اللي جوه اي حد بيشتغل فيه. لابد ان اذكر بالخير
مجموعة من الأسماء الشابة اللي ادت فعلا بمنتهى الإخلاص. يعني الكابتن محمد فضل فضل داعم وخلص لحد الثلاث صفقات الأخرانيين، وحتى بعد ما صدر قرار بقبول الاستقالات منه من الكابتن حسام غالي، واظن ان هم كان لهم حضور في منزلي حتى في اول صفقه بتاعت محمد محمود. وهو كان قاطع مراحل كتيره جدا في التواصل مع اللعيبه والاتفاق معاها يعني وجينا وكمل معايا واحنا بنتفاوض مع الانديه لكن اللي خلانا تجاوزنا هذا الامر بنجاح بقى هي روح الاهلي. كابتن خطيب وهو على فراش المرض في العمليه بيحسم صفقه محمد محمود. لان انا بعد ما اتفقت على معالم الاتفاقيه مع المهندس ماجد سامي طلب معين كده، قلت له ده الوحيد اللي يقدر يحله لك الكابتن خطيب. قال لي انا مسافر له، انا كده كده تذكرتي بكره، انا رايح اطمن عليه. قلت له وانت عنده نتكلم ونخلص النقطه اللي انت عايزها دي، وخلصناها في حجره المستشفى اللي كان كابتن خطيب بيعمل فيها العمليه. كابتن خطيب كلم، قال هو كلمني وقال لي الاسباب بتاعته والطلب بسيط بس انا مش في صلاحياتي. قعد لي ماشي كده حاضر. رجع الاستاذ ماجد سامي وهو عند الكابتن خطيب، انا عملت ايه بقى؟ انا مش عايزه بقى يرجع، نبتدي نتحاور من جديد. قلت له يا ماجد بيه وانت عنده كده قاعد على الكرسي اللي جنب سريره، ابعت لي على الواتساب النقاط اللي اتفقنا عليها انا وانت حضرتك والكابتن خطيب. اتبعتت هذه النقاط، فرغناها حطيناها في العقد، خلصت. الصفقات اللي بعد كده برضو فضل بالذات تحديدا في محمد محمود كان له دور مؤثر. لان هو اول واحد قابله واتكلم معاه وخد توقيعه. يعني ادوني بس مهله اكمل لكم الحته دي لان مهمه، لان دي حقوق ناس. صحيح. وانهى لاخر لحد ما جه وبرضه خلصنا العقود وخلصنا كل حاجه، وكادت ان تتعثر في اكثر من مرحله لان كان في ناس دخلت على الخط تنافسنا. لكن برضه تمسك اللاعب بينا انجح الموضوع. بعد كده قبلت استقاله كابتن فضل وتم تعيين الكابتن أيوة أمير توفيق. ايوه انا جاي لك بقى واحده واحده، من فضلكم مش كل دقيقه ثانيه واحده. ثانيه واحده. جاء شاب لا يقل نقاء وطموحا و يعني علما عن الكابتن فضل، امير توفيق. كابتن خطيب قال لي تعالى لي، قعدت انا وامير اتفقنا على خطه عمل، قال لي خطوه بخطوه انت وامير. الراجل صبح ظهر بالليل التليفونات بينا مع كل نفس. لما جينا وصلنا للأربعة مليون اللي قلنا هنتوقف عندها، أصبحت أي زيادة عايزة مين؟ عايزة الخطيب. في اليوم ده الكابتن الخطيب أنهى الصفقة، لأن كان لسارتي شاف حسين الشحات وشاف فيديوهاته وقال هو ده ضليتي اللي أنا عايزه. ضليتي. طيب معانا على الهاتف الكابتن أمير توفيق، واخد لك واحد بقى من العناصر اللي انت قدمتهم. انا مش انا قدمته. الكابتن الخطيب اول يعني واحنا بنتكلم، فانا قلت له امير ساب صله، قال ما جه عندنا في التسويق. قلت له طب ما ده كادر هايل، كادر كويس. والكابتن الخطيب اصلنا امير تربطني بيه ذكريات ايه، انا جبته من نادي هيليوبلس وبيلعب بول وهو صغير، انا اللي جبته يلعب في ناشئ الاهلي. هو اللي كان صفقه صغيره، لا وعارف جذوره وعارف ثقافته وراجل عنده لغه وراجل نفس الكاليبر او التكوين بتاع الناس كابتن حسام والكابتن فضل والكابتن. وحتى هو عجبني في حاجه انه ذكرهم بالخير، قال لك ازاي الناس دي وقفت جنبي رغم ان انا اللي جيت مكانهم. لكن هي دي روح ولاد الاهلي. كابتن امير توفيق اهلا بيك.
استاذ ابراهيم، زي حضرتك. اهلا بيك، كل سنه وانت طيب. الحمد لله على السلامه. اولا لانك الف مبروك الشغل الهائل، توصلت من عده ساعات بسيطه. ربنا يخلي حضرتك. وكنت موفق في مشوارك الحمد لله. واظن البكالوريوس اتخذت في عمليه حسين الشحات. عايزين الدكتوراه بقى. قول لي يا كابتن امير بقى. بشكر حضرتك جدا على الكلام الجميل ده والمسانده الرهيبه اللي حضرتك اديتها لي الفتره اللي فاتت. بجد والله يعني الواحد اتعلم من لا انتوا ناس اتعلم من الاصل في الحته دي الفتره اللي فاتت بشكل واضح يعني. الحمد لله الحمد لله كانت خطوه كويسه. الشباب يفرح. صحيح. قول لي بقى كواليس الامارات، انت لسه جاي النهارده مش كده؟ انا لسه جاي النهارده. طيب ادرت هذه المساله بغرفه عمليات كبيره، كابتن الخطيب المهندس عدلي وحضرتك مع حسين الشحات ومع الجانب الاماراتي. الجانب الاماراتي هو الجانب الخافي بالنسبه لنا. ازاي شفت يعني استعداد نادي كبير زي نادي العين انه يفرط في لاعب مهم زي ده نزولا على رغبته؟ عشت المساله دي معاهم ازاي؟ طبعا هي في البدايه كان صعب جدا يسيبوا حسين. هم كانوا فيها اعتراض كبير على القصه دي. كابتن الخطيب طبعا لما دخل في الموضوع الدنيا اختلفت بشكل واضح. اتكلم هو مع المسؤولين في نادي هدف شركه العين كره القدم. وبعد كده بعتنا العرض بتاعنا، هم ردوا زي ما كانوا معتادين من شويه، احنا بعتنا رقم، هم بعتوا 6 مليون، بعد كده احنا قعدنا نعلي شويه. الضغط بتاع حسين برضه كان موجود بشكل كبير قوي، ان حسين كان ضاغط من ناحيته ان هو كان عايز يجي النادي الاهلي. ضاغط ان هو تنزل عن رقم كبير جدا في مستحقاته معاهم عشان يجي النادي. خلاص خلصنا الحمد لله، احنا كنا اول امبارح اتفقنا على رقم معاهم. خلاص واتفقنا ان انا هسافر بالليل. عشان الفجر يعني فجر امبارح عشان خلص امبارح كل حاجه. لو بتتفرج علينا دي لقطتك مع احد مسؤولي نادي العين مش كده؟ ده اعتقد لو الصوره اللي اتنشرت ده هي صوره وبيكرموك بدرع تكريم. بالظبط. النادي الاهلي مش انا، دي كاميرا الاهلي كانت. تمام. بالظبط. هو ده كابتن عبيد حماد، ده المشرف عام على كره القدم في النادي. ايوه. وعضو مجلس اداره النادي العين. ايوه. شخصيه محترمه جدا، متعاونه جدا، هو اللي وصل معانا الرقم ده في الاخر اللي احنا بنتكلم فيه. وبعد كده الاستقبال هناك كان استقبال بجد محترم جدا. النادي قوي مطار، رحنا على الاوتيل، بعد كده قعدنا مع الكيلر، قعدنا من الساعه 10 الصبح في النادي عندهم لغايه الساعه 9:30 بالليل. قاعدين في الاول كان الكلام فاكسات بقى وتبادل رسائل يا فندم؟ بقول فاكسات وتبادل رسائل وتليفونات مع الكابتن طبعا 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 بقى كان في طبعا ورشه عمل كده للدايره بشكل كبير جدا. كان كابتن خطيب كان يعني مثلا كلمنا كتير جدا وقتها. الكابتن لما كان مشكورا لما حس مثلا في حاجه محتاجه ان هو يتكلم يتدخل مع الناس بنفسه في وسط اليوم. كان كابتن عدلي كان بيتكلم معايا كل شويه، بيعرف القصه رايحه لفين بالظبط. كان طبعا معانا كابتن مرجان وخالد الدرندلي عشان الحته بتاعت الحته الماديه والبنك زي ما الاستاذ قال من شويه. فكانت ورشه عمل كامله ان احنا ازاي امبارح نخلص كل اطراف العقد. يعني عندنا في عقد بيننا وبين النادي وحسين. وبعدين انت وعندنا حاجات ثانيه مع امير هنا في مصر. امير وعندنا بطاقه دوليه، فطبعا كانت يعني امير انت كان معاك الورقه السحريه اللي هم عايزينها اللي هي تنازل أيوة. حسين عن مستحقاته. بالظبط. انت خدتها منه من يعني دي اهم من اهم الاوراق. بالظبط طبعا طبعا. فهي الفكره كلها احنا كان اللي كنا عايزين نعمله ان احنا كنا نخلص كل حاجه امبارح عشان خلاص الديل كله هو في يوم واحد يخلص ويتعلن ويبقى الموضوع خلاص رسمي. فالحمد لله احنا يعني بشكل كبير الناس ما كانتش عارفه ان احنا رايحين. اتعرف نرجع بقى ان احنا النهارده الناس بقت تتكلم ان حسين هيجي الاهلي قبل الديل مثلا ب يعني خلاص هنتكلم قبل ما يتعلم مثلا بساعه او ساعه ونص. والناس توقعت كده لما اخو حسين عمل بوست على الفيسبوك قال اللهم لك الحمد وعندك جراوند حمراء. ربطت ان حسين هو اللي جاي. فاهمني؟ فدي حاجه الحمد لله كانت يعني تحسب للكابتن خطيب والمهندس عدلي وكل الاداره ان احنا فعلا النادي الاهلي كان مكتم على نفسه. الناس ما حدش عارف حاجه خالص، وده ساعد الصفقه ان ما حدش قعد يتكلم عليها قبلها بكتير. عجبني جدا منك يا امير. اطراف اخرى برضه كانت. اتفضل يا فندم. عجبني جدا منك انك ذكرت الكابتن فضل وقلت ان هو يعني رغم ان انا جيت مكانه وانت عملت تويته عجبتني. يعني انا بشمهندس بص محمد فضل وحسام غالي دول اخواتي. يبين لك قد ايه الناس دي اصيله والناس دي شارع النادي الاهلي ان انا اكون اخذت مكان محمد فضل شخصيا. تمام. فضل اول حاجه كلمني بعدها على طول كلمني قال لي امير
انت عارف التيمي وعارف الاهلي ايه بالنسبه لي. انا اي حاجه عملتها الفتره اللي فاتت انا هقدمها لك كلها، اي مساعده عايزها مني اقدمها لك، وده حصل فعلا في حاجات معينه في الفتره اللي فاتت. نفس الكلام حسام غالي كان بيقول لي امير عايز مني اي حاجه، كان فعلا حسام كان فرحان جدا، كاتب تويتر رسميا حسين الشحات اهلاوي، يعني حتى حسام غالي كان متفاعل معاها قوي. يا فندم حسام كان كاتب تويتر مهمه انه حسين الشحات رسميا اهلاوي. بالظبط بالظبط بالظبط. طيب 8 ساعات كامله يا امير بالتليفون لفترات طويلة متباعدة بينك وبين الكابتن الخطيب، هل كان في عثرات فعلا ان المسألة في اللحظات الأخيرة ممكن ما توصلش لنقطة مهمة؟ كان في عثرات كبيرة حصلت في آخر كام ساعة. بنود في العقد كانت فيها كلام كتير ومنتهى الوضوح، والله مش كلام في الهوا يعني، بس لولا كابتن الخطيب الموضوع كان هيتحل. هو اللي حله بطريقته، هو اللي اتكلم مع الناس، وهو اللي ظهر بشكل معين. والناس طبعا الكابتن خطيب بالنسبه لهم هناك يعني اسطوره. فالناس حتى لما انا كنت لدرجه مثلا بكلم مع حد منهم، حد في الاداره في العين، بديله التليفون عشان يكلم مع كابتن، الراجل بيكون فرحان يعني بيفرح لما قفل يقول انا اقول لاصحابي النهارده بكلم مع كابتن خطيب. فالناس المعامله كانت محترمه جدا معانا هناك، الناس كانوا عايزين يخلصوا الموضوع مع انهم كانوا خايفين جدا وشايلين هم الجمهور. هم قالوا الجمهور اللي شايلين هم جمهور، انتوا عندكم جمهور واحنا عندنا جمهور. بالظبط، ان هم عندهم بيقول الجمهور عايز عندنا جدا على الموقف ده، ولازم ان احنا نخلص بسرعه حسين، ولازم نعلم ان احنا جبنا لعيب بسرعه مكانه عشان الجمهور هيضايق جدا مننا. بس مع كده برضو كان الناس قدروا رغبه حسين وقدروا النادي الاهلي. وحتى كنا قاعدين بنتكلم ان احنا الفتره الجايه ان شاء الله عايزين نشوف طرق التعاون بين الاهلي والعين في الناشئين والاكاديميات والحته التجاريه، فدي ان شاء الله الخطوه الجايه ممكن ان احنا نبدا معاهم الفتره الجايه. ان شاء الله. موفق يا امير وحمد لله على السلامه. ربنا يخلي حضرتك. الورقه الذهبيه اللي كانت معاك بقى في تنازل حسين عن مستحقاته، جديده انه لاعب يتنازل عن فلوس بالرقم ده يا كابتن امير. فندم والله يا حسين دي الشخصيه اللي احنا محتاجينها في النادي الاهلي. بالظبط. يعني دي شخصيه اللعيب اللي احنا محتاجينها، اللي هو النهارده اللعيب ده هو شاري النادي الاهلي. هو مش فارق معاه الفلوس. طبعا كده كده احنا بنقدر الكلام ده، احنا مش هنيجي عليه خالص، بالعكس احنا هنديله وضعه تماما. تمام، بس ده واحد النهارده اتعرض عليه ملايين من اطراف كتير جدا. اطراف كانت فعلا عايزه حسين كحسين، ان هو لعيب كويس، واطراف اخرى كانت عايزه تاخد حسين لاسباب معينه جوه دماغها. تمام، تبعده عن الاهلي، رفض الكلام ده كله، تبعده عن الاهلي. بالظبط كده، الواد رفض الكلام ده كله، وكان واضح جدا ان هو هيكمل في العين او النادي الاهلي، وكان طلبه من اداره العين ان انا عايز ارجع للنادي الاهلي وارجع لمصر وعايز اكمل هنا. ما اقدرش اسيب، ربنا يحميه ويقدره ويكمل على كده ان شاء الله. ما اقدرش اسيب الجمله دي الحقيقه، كان في اطراف همها تبعد حسين عن النادي الاهلي؟ طبعا، ده واقع موجوده طبعا. وده اللي كان مصعب المساله مش كده؟ لا، بتدخلك في منافسه ما انتش حملها، عارف اخرها ايه. اخرها ايه طبعا، لكن طبعاً. الحدود اتحطت برغبه اللاعب. وبرضه الحقيقه لازم نشيد ونشكر رئيس مجلس اداره، اعضاء مجلس اداره النادي العين، ان احترموا كلمتهم معانا. يعني ما كان ممكن يقول لك لا، لكن الناس لا، يشكروا تماما. تجربه ثريه جدا، مبروك البكالوريوس، وعايزك تبقى الدكتوراه في اللي جاي. مع حضرتك ان شاء الله من بكره الصبح هنتكلم في رساله الدكتوراه. الماجستير والدكتوراه بقى الاسبوع ده ان شاء الله. ربنا يكرم ان شاء الله يا فندم. شكرا جزيلا كابتن امير توفيق، مدير التعاقدات في النادي الاهلي، واعتقد هو ده تواصل الاجيال. تواصل الاجيال، بس انا عايز هي دي روح الاهلي. انا عايز كذا نقطه الحقيقه. لان انا كنت حريص، انا كنت هتسلسل اجيب لك كل الكلام ده. بس طبعا مداخلته قيمه، انه قال لنا شويه كواليس ما كناش هنعرفها. اولا لازم اقول للكابتن فضل ربنا يشفيك، عيان جدا جدا من قبل السنه. الف سلام عليك. بكلمه ما ردش، وبعدين راح بعت لي رساله قال لي صوتي مش طالع وانا عيان جدا. النهارده بعت لي قال لي انا في المستشفى. لا، الف سلام عليك. فارجو ان هو يعني ربنا يشفيه، اهم حاجه. لكن ما زال في بعض التحركات اللي عايزه تستكمل، بعض الاوراق موجوده، مش الاوراق بمعنى الورق يعني، الاوراق الاتصالات المهام والدنيا واقفه لحد فين في بعض الحاجات اللي هي تمثل استراتيجيه للمستقبل باذن الله. محتاجين، فهو الراجل قال انا تحت امركم في كل حاجه عملتها، وهو
كان عامل حاجات كويسه كويس قوي ان نروح بينه وبين امير. انا فوجئت بالتويته، انبسطت جدا لان كده بطمن على الاهلي يا ابراهيم. ممكن جدا تقول غلطوا او ده غلط او انا غلطت او ما ابتدي ما ابتديناش كلنا عندنا الخبرات، اخطاء الممارسه واخد بالك. لا والشباب بيبقى ساعات شايف الدنيا المثاليات فيها مطلقه لدرجه انها تبقى يصعب تطبيقها واخد بالك. لكن في تقاليد هي بتحكمنا، وجزء من التقاليد دي انك تحترم النظام العام بتاع النادي. انا بقول ان الصعوبه اللي فوتنا فيها في الشهرين اللي فاتوا من خلال هذا الموضوع اعتقد انها هتكسبنا كوادر اتعلمت ووضحت انها اهلاويه في المحك بقى. ايوه حسام غالي وفضل والنهارده امير والحقيقه كمان ان الاداره في موضوع خطير زي انك انت رايح تفنش صفقه زي دي بالملايين بالضخامه دي. بعدين كابتن الخطيب يكلمني عدلي، قلت له لا امير يروح يا كابتن فورا، هو معاه التاشيره ودي فرصه انك انت يعني هتكون متواجد في واحده بواحده، لان الحاجات دي اللي بتطلع بقى بتطلع الكوادر الصح. ايوه ايوه الاختبارات دي اللي بتطلع الكوادر طبعًا الصح طبعًا. واحنا انا بتمنى انا الاوان ان يعني اخد خطوه بقى ابقى مشجع كده واتفرج واتفرج على نجاحات الناس دي واطلب منها وارزل عليها. يعني مش هنفضل طول عمرنا يعني لا، انا افرح جدا ان واحد يجي يقول لي انا اعمل دي احسن منك، يا سلام صحيح. ابقى يوم المنى وفرحان للنادي الاهلي. فاللي شايفه بيديني امل كبير قوي لبكره باذن الله في مساله الكوادر يعني. طيب في مساله الكوادر، لكن تعليقا على المداخله المهمه جدا والكلام الواضح والصريح لوزير ماليه الاهلي الاستاذ خالد الدرندلي، لانه الحقيقه اللي اتقال النهارده في مؤتمر رئيس نادي الزمالك وهو بيعلن عن صفقه لاعب مغربي مهم بالنسبه لهم، بنتمنى لكل الانديه كل التوفيق، فكره انه يتقال كده انه النادي الاهلي صفقاته تم تمويلها، انا بقول كلام منشور في الميديا كلها، تم تمويله بممول او رجل اعمال قطري عن طريق الكابتن محمد ابو تريكه، ده كلام اتقال، ويتم اتهام النادي الاهلي بتمويل خارجي، ويتم إلصاق تهمة تمويل للنادي الأهلي من دولة حسب الموقف الحالي في مصر ودول الدول العربية المواجهة للإرهاب ومخاطره، هي دولة مصنفة أن هي داعمة للإرهاب وحاضنة ليه، ودولة مقطوعة علاقتها مع مصر، قطر بتكلم عليها، يتقال أن النادي الأهلي مول صفقاته بأموال قطرية. ده اتهام يا سيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة بجد. لو احنا بنستهين بالكلام، الكلام مش مجرد فيديوهات بتتعبى على اليوتيوب. اصل بص يا استاذ ابراهيم كلام، بس هقول بس الحتة ده يا باشمهندس، لو استاذ خالد مرندلي لما اتكلم قال النادي الاهلي قدم كل امواله لدعم صفقاته من خلال ماله الحر الخاضع للرقابة العامة، أرصدته في البنك وسمى البنك، البنك موجود، الحسابات البنكية موجودة، أموال النادي تحت المتابعة ولكل الجهات الرقابية لها حق التفتيش عليها، وبيتم دايما دوريا. لو احنا بنستهين بالكلام ده نبقى بنهرج، لو احنا بنستهين ان احنا نتهم نادي بيتلقى أموال من دولة داعمة للإرهاب تبقى دي مصيبة. لو السيد وزير الشباب والرياضة شايف ان ده كلام زي اي خناقة على دخول صحفيين او على اي مشكلة عارضة تبقى دي مصيبة. لو عندنا استهانة بالامور في حفظ حقوق هذه الكيانات الشعبية الجماهيرية الكبيرة تبقى بلوى سودة بجد. المطلوب فورا اما ان السيد وزير الشباب والرياضة يحاسب مجلس ادارة النادي الاهلي ويبعت يشوف مصدر هذه الاموال اللي الاهلي مول بها صفقاته، هل كلام خالد الدرندلي صحيح ودقيق ومسؤول، ولا المجلس يحاسب عن تلقيه أموال من دول داعمة للإرهاب؟ وعندما يثبت كذب هذا الكلام يحصل إيه؟ أما بقى إذا ثبت كذب هذا الكلام وهذا البهتان،
هو ايه مسؤوليه وزير الشباب والرياضه؟ ايه المسؤوليه ان لم تكن حمايه الكيانات الشعبيه الجماهيريه الكبيره؟ انا بقول لسيادتك يا دكتور اشرف، لا لا لا، ده حمايه المجتمع، سيبك من الكيانات، ده حمايه المجتمع وشباب المجتمع اللي انت عمال تغذيه بكلام مغلوط على طول، وتكتفي انك تخبط الكلمه وخلاص، والناس بعد شويه تاخدها يا دعابه يا اصلح متعودين بقى يا راجل ما تاخدش في بالك. لا اخد في بالي ليه؟ انت تعرضت للاهلي بالاسم. وبعدين عايز اقول حاجه، النادي الاهلي طلب التفتيش عليه واترفعت عليه قضايا وانصفته المحاكم وانصفته لجان التفتيش. النادي الاهلي اللي عنده امواله كلها في البنك والبنوك متسميه، اللي عنده في اوض مغلقه ولا في شنط بتلف بالميكروباصات على اللعيبه، ولا في تجاره عمله، ولا في غسيل اموال، ما عندوش الكلام ده كله. فما تقعدش بقى كمان، ها؟ انت بتتكلم فرحان بصفقه بتاعتك. خلاص يا سيدي، حلو قوي. ده دليل انه اربكته صفقات الاهلي، مش عايزه مناقشه. ايه اللي يخليه يتضايق من صفقات الاهلي؟ انت مالك بالاهلي؟ واحنا قلنا لك انت مولت صفقاتك ازاي؟ ولا حد شغل باله انت عملت ايه؟ انما ما يصحش بقى. لازم يكون في وقفه. احنا مش وانت زي ما بتقول الموضوع ما بقاش هزار. انك انت تيجي تقول لي شوف البراعه يا ابراهيم، البراعه انك انت تاخد كل كلمه في اتجاه شرير. راجل ابو تريكه بيقول لحسين لقد دخلت القلب من اوسع الابواب قبل ان تلعب. ياخد التويته دي يوظفها عشان يقول كلام عايز يشوشر على صفقات الاهلي. طب انت جبت احسن فيرود في العالم، محدش قال لك انت جبته ازاي ومنين. يا سيدي مسؤوليتك وواجبك انك تدعم فرقتك، ومسؤوليتنا ان احنا نعمل كده كمان. ما تشوف انت بتكسب ازاي. أخطأ شيء وأخطر شيء في الكلام الفارغ ده سكوت السيد وزير الشباب والرياضة. صدقوني لو أنتوا فاهمين أنه مثل هذه الاتهامات على خطورتها الجمهور هو اللي يتلقفها والجمهور هو اللي يتخانق مع بعضه فيها على السوشيال ميديا، دي تبقى كارثة. لأنك وزير شباب ما تديني حوار بس وزير رياضة. ماشي ماشي، أنت أصلك بتطلب حاجة لن يحدث، لن تحدث. ليه؟ ما اقول لك لن يحدث ليه؟ لان الاهم والاخطر قبل كده ما حصلش فيه حاجه. خلاص، لكن ده امر يهم استاذ ابراهيم سمعه نادي انت بتتهمه بتلقي اموال من دول دعم للارهاب. هذه مفيش اخطر من كده يا دكتور اشرف. معركه ظالمه غير متكافئه، يتمتع احد اطرافها بكل اشكال الحمايه والحصانه، وله الحق ان يقول بكل هذا التجني، يقول ما يشاء في كل الناس ولا احد يستطيع ان يمسه. ليه؟ السؤال بقى ليه؟ اللي حامينه، اللي كل ما الناس تشتم تروح تقول لهم من فضلكم لينا حقوق عندكم يا ممثلي الشعب، لينا حقوق عندكم عايزين ناخدها، وهم يقولوا لا. انا عايز اعرف ايه السبب؟ لماذا؟ هل هي علاقات شخصيه للدرجه دي؟ فوق القانون ولا انتوا شايفين ان ده الافيد للمجتمع؟ ان تبقى هي دي القدوه التي كل يوم والتاني تحاول تهز رمز. محدش هيهز النادي الاهلي ورموزه، لان الحقيقه امشي عدل يحتار عدوك فيك. النادي الاهلي بيقول لك تعالى فتش عليا، اعمل عليا، اتكلم عليا، بكره يطلع بقى ايه؟ انا وانت. شوف عمليه اسمها ايه؟ الارهاب او الابتزاز اللي بتحصل، يوم يتكلم على سمعه تاو على مش عارف ايه ده، هتجد هذا توقع هذا الكلام، واخد بالك؟ لكن الناس خلاص بقى ما بقتش تشرب من الكلام ده، بقت تاخده ان عارفه اوله واخره. لكن اللي يمس الاهلي لا ما يعديش. عشان كده الكلام للمرة الثانية والثالثة والرابعة والأخيرة، السيد وزير الشباب والرياضة، هذه قيمة النادي الأهلي. إما أنه قد تلقى بالفعل أموالا من دولة داعمة للإرهاب زي ما اتهموا رئيس نادي الزمالك، زي ما النادي الأهلي قبل كده هو اللي مجلس إدارته طلب من السيد وزير الشباب والرياضة وقتها المهندس خالد عبد العزيز
ارسال لجنه للتفتيش المالي والاداري على النادي الاهلي للتاكد من وانا متاكد مصادر اموال التبرعات وسريان مصادرها واوجه صرفها والتصرف فيها، واجل تنفيذ هذه الرغبه اللي الح بها الكابتن الخطيب بمنتهى الحرص على شفافيه الموقف الى ان استجاب المهندس الدكتور اشرف صبحي واوفد اللجنه. واعلن الدكتور اشرف صبحي من نفسه نتائج اعمال هذه اللجنه في تبرئه مجلس اداره النادي الاهلي اللي كمان اكدته محكمه جنح مستأنف بحكم بات ونهائي اخير. اكدت سلامه موقف النادي الاهلي واكدت براءته من كل ما الصقه به هؤلاء المغرضين من اتهامات. المفترض لما يطلع حكم نهائي بات من محكمه جنح مستأنف كل واحد يخرس. ما حدش ينفع يلوك في سمعه حد. محكمة برأته بشكل كامل وتقرير وزارة أثبتت سلامته، لكن نوصل لنقطة يعني اتهام بتلقي أموال. أستاذ إبراهيم، في دولة، نحن في دولة جيشها قوي، مخابراتها مصنفة على مستوى العالم، شرطتها أدي إحنا بنشوف حجم التضحيات والتصدي والمواجهات والكفاءة التي تعمل مع ملف العالم كله محتار فيه، واخد بالك؟ ده قرار الوزارة في لجنة التفتيش اللي أثبتت سلامة الموقف. اتفضل. هل دول مستنيينك أنت تقول لهم الكلمتين دول؟ مثلا كل دول مش عارفين الأهلي بيجي له فلوسه منين ومش عارفين إن أنت بتعمل إيه؟ مثلا إيه الكلام ده؟ ده استخفاف حتى أقول إيه؟ أنت بتتجنى على كل هذه الأجهزة. وبعدين أنا عايز أقول حاجة، هو النادي الاهلي كيف يحصل على حقه؟ هيلاقي في مواجهه واحد بيتهم وهذا الاتهام، انا نادي الاهلي عايز حقي يا اخي. بلاغ للنائب العام. بلاغ للتحقيق فيما الصق الي من اتهام. النائب العام اتهام خطير. النائب العام يجي، تعال نتخيلها. النائب العام هيحاول يطلب رفع الحصان. رفع الحصان. يكتشف ان الامر لا يمكن. احنا بنطالب ممثلي الشعب ان ينحازوا للشعب. الأهلي جزء كبير جدا من هذا الشعب ولا يمكن أن يعامل بهذا الأسلوب. يا نواب الشعب، يا اللي كل الناس اللي بتنتخبكم 70% منهم أهلوية وحراس على قيم هذا المجتمع. انتوا احنا المرة دي اللي مضايقنا هذا الكلام لأنه خطير جدا طبعا، ولا يمر مرور الكرام. ما ينفعش. صحيح، ما ينفعش. طب ما تطلع انت من عندك لجنة يا مجلس الشعب وتحقق في هذا الأمر. وإذا اكتشفت إن في أصل لهذه الرواية، تبنى أنت تتبنى محاسبة مجلس إدارة الأهلي. طبعا لو ما لقيتوش كده ارفع إيدك بقى عن الموضوع، خلي كل واحد ياخد حقه. لكن إحنا دي قصة ما بتخلصش وملهاش سقف، وبيوتنا وأعراضنا وأولادنا وبيتهددوا كل يوم، اللي في التليفونات واللي على السوشيال ميديا واللي على الهوائيات. مش هنسكت بعد كده، مش هنسكت. اذا كنتوا بتراهنوا على خلقنا احنا، اخلاقنا ها منعتنا كتير ان احنا نرد، لكن على امل ان يكون في حد بيجيب الحقوق. طب ما فيش حد بيجيب الحقوق، نعمل ايه؟ مش هنسكت. لكن ان يتقال عن النادي الاهلي، نادي الاهلي، نادي سعد زغلول، نادي الوطنية، نادي مصطفى كامل، نادي القيم والمبادئ اللي مش كاتبها في كلمتين لا، ده التاريخ هو اللي ادهاله، يتقال عليه تلقى تمويل من قطر. قطر ايه؟ قطر ايه؟ انت اللي تقول لنا انت بتجيب فلوسك منين، مش احنا اللي نقول. اعتقد الاهلي مطالب ببلاغ للنائب العام ضد مثل هذا الكلام الهراء. والسيد وزير الشباب والرياضة للمرة العاشرة مطالب انه يتحرك، اما ضد النادي الاهلي واثبات تلقيه من اموال او لاموال من دولة داعمة للارهاب وده المصنف الرسمي ليها، او محاسبة صاحب هذا الادعاء الغريب. لكن ترك الامور لهذا الحد وبمنتهى هذه الاستكانة، لا لا خالص. نطلع فاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. مطالبتنا باتخاذ موقف عاجل وحاد ده مش سياسه البرنامج لوحده، حتى وان كانت يعني اساس منهجيه مالك وكتابه الدفاع عن النادي الاهلي، وان لم يكن الدفاع عن النادي الاهلي ضد مثل هذه التهمه سيئه السمعه جدا والغريبه جدا، ان انت تلصق بالنادي الاهلي اتهام تلقي اموال من دوله داعمه للارهاب والناس تستهين بالامر ويعدي كانه كلام الناس بتهزر بيه. لا ده مش هزار. اذا كان ده فعلا واحد من اهداف البرنامج وسياسته التي لن نألو جهدا في الدفاع عن النادي الاهلي وقيمه وثوابته وحقوقه وصورته وجمهوره، لكن كمان ده انعكاس لموقف جد وحقيقي لمجلس اداره النادي الاهلي. وانا بقول لكم الناس اللي فهمت ترفع النادي الاهلي زي ما قال المهندس عدلي قبل الفاصل واخلاق النادي الاهلي والتزام النادي الاهلي وحرصه على مراعاه كل الاجواء العامه ومسؤوليته المجتمعيه فهمتها غلط. لا ده هي واهمه جدا، لانه ما يجب التاكيد عليه هو انه كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره عندهم كل الحرص الشديد انه مفيش حاجه مسيئه تانيه هتعدي. لا انا كل ما نحاول، انا عندي معلومات ان في اجراء هيتم قوي جدا في هذا الامر، في الكلام اللي اتقال ده اجراء رسمي باذن الله. وده لن يكون فقط ضد رئيس نادي الزمالك وما صدر عنه، لانه هو في النهايه بيمثل نادي الزمالك، بيمثل نادي كبير نكون له كل الاحترام والتقدير، الشريك الكبير للنادي الاهلي تاريخيا، لكن يصدر عن رئيسه هذا الاتهام على الساده المسؤولين اثبات ده او عكسه، والمخطئ يتحاسب. لابد اذا كنا جادين فعلا ان احنا عايزين نصوب سلوك مجتمع، اذا كنا عايزين نحافظ على علاقات الشباب، اذا كنا عايزين نقول دي قيمه النادي الاهلي ودي قيمه نادي الزمالك، ما ينفعش هذا الاتهام ويتسكت عليه. زي ما ينفعش يا ساده يا مسؤولي قناه النيل للرياضه ان انا امبارح استضيف صحفي الاخ علي السيسي فيطلع يكل الاتهامات للنادي الاهلي ويتحدث بنفس الطريقه ويوجه نفس الاتهام بشان الاموال وطريقتها في تلفزيون الدوله، في تلفزيون الدوله يوجه للنادي الاهلي هذه الاتهامات دون اي سند ودون اي وثيقه ودون اي مسؤوليه عبر تلفزيون الدولة. معرفش هي فين حدود المسؤولية لجهاز إعلامي مسؤول. أنا ما بتكلمش على قناة خاصة ولا ناس مؤجرة برنامج في قناة ولا معرفش برنامج يتعرض للإيقاف من قبل الهيئة العليا للإعلام، لا بتكلم على تلفزيون الدولة. وبرضو ما بتكلم على حد من الصحفيين يستهين بالأمر فيسجل فيديو وينزله على يوتيوب موجه الاتهام نفسه للنادي الأهلي. طيب ما هتطالك المسؤولية، هتطالك المسؤولية القانونية البينة على من ادعى. هي كلمة كده سهلة وخلاص، أصل الأهلي جات له فلوس من قطر كده لمجرد ان انتوا كنتوا فاهمين ان النادي الأهلي، انتوا واللي وراكوا برضو فاهمين ان النادي الأهلي لما شركة تسحب رعايتها للنادي الأهلي النادي الأهلي هيفلس، ولما حد يتجه بتدعيماته لجهة أخرى النادي الأهلي هينكسر وهيقع وهيجي لنا راكع. النادي الأهلي عمره ما هيركع لأي حد، النادي الأهلي بقيمه وبموارده وبثوابته وبجمهوره عزيز جدا، عزيز جدا. إذا كان ارتبطت علاقته بأي أطراف محبة للنادي في أي فترات رغبت في دعم النادي أهلا وسهلا بيها، لكن وفقا لضوابط النادي الأهلي. ولما قال الكابتن الخطيب في آخر مؤتمر صحفي موسع عقده على الملأ مفيش حد هيخترق النادي الأهلي ومفيش حد هيفرض قراره ولا رغباته ولا توجيهاته ولا تدخلاته على النادي الأهلي، كان بيعي أنه فعلا قرار النادي الأهلي يملكه فقط مجلس إدارته. فأنا ما جيش دلوقتي أفاجأ أنه اتهامات تطلع من قناة زي قناة النيل للرياضة لأحد الصحفيين اللي ملوش جورنان دلوقتي، يعني مش عايزين ندخل في تفاصيل كتيرة مش وقتها، لكن بيكون بهذا الشكل والناس تسكت. ألف باء ادي فرصة لحد يرد، ألف باء المذيع يقول له فين دليلك، إنما إن هي تتحول إلى نافذة
لرجم النادي الاهلي والضغط على جمهور النادي الاهلي والاساءه لمسؤول النادي الاهلي دون اي سند، ونستهين بالمساله الى درجه الاتهام بتلقي اموال من دوله راعيه للارهاب؟ هل ممكن فعلا الحماقه تصل الى هذا الحد؟ زي ما المهندس عدلي قال معلوماتي ومعلوماته انه مفيش حاجه هتعدي وكل حاجه هتاخد اتجاهاتها القانونيه الصارمه. هو ايه المشكله ان كل واحد يخليه في ناديه؟ وانت بتحقق يا سيدي نجاح وما ما 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 يعني تلمع في هذا النجاح وتخليك مع ناديك وبتقدم صفقه. الله ايه يعني ما تتهزش بقى لما الاهلي يعمل صفقات وتبتدي تقول كلام يعني ملوش لازمه. هو في ايه؟ بلاش انت، دي فقرتنا برضو، بلاش انت. النادي الاهلي لما بيقدم على خطوات تعاقد في خطوات وفي اطر سليمه قانونيه انه يفاجأ. الحلقه الماضيه وانا بقول لكم ده واقسم بالله العظيم انا مسؤول على اللي انا بقوله وهسمي الاسماء. الحلقه الماضيه الساعة 10 إلا 3 دقايق 9:57 والتليفون ده متسجل فيه الرقم التاريخ. كلمت الدكتور أو الأستاذ وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين والمسؤول عن إنفاذ وتنفيذ عملية الانتقالات. هو مدير اللجنة، هو المدير التنفيذي، هو المسؤول الأول. لاحظت إنه جيرالدو الأنجولي اسمه في قائمة المباراة. صحيح كانوا 20 لاعب لكن اسم جيرالدو فيهم. فاختلفت مع الزملاء في الاعداد ازاي جيرالدو في القايمه ولا لا؟ في القايمه، انا معلوماتي انه ما تسجلش، لا اتسجل. فناخد الامر من المسؤول الاول عنه. فكلمت الاستاذ وليد العطار مرتين، الثالثه رد. قلت له وليد سريعا لانه في هوا بعد دقيقتين، الاهلي سجل جيرالدو؟ قال لي لا. طب ينفع يسجله بكره عشان يلعب المباراه؟ قال لي لا، بكره الجمعه. طيب ما ده سيستم دولي والمفترض الجمعه مش اجازه في اي دوله، المفترض ان ده سيستم عالمي. قال لي لا لا لا، احنا مش مرتبطين لوحدينا، في الحسابات اجازه والخزنه اجازه وكل الادارات بتاعه الاتحاد اجازه، فما فيش قيد يوم الجمعه. قلت له شكرا وطلعنا هوا. وقلت ده ساعتها الاهلي ما سجلش جيرالدو فمش من حقه يلعب، والجمعه اجازه مش هينفع يتسجل. وده الكلام بالمناسبه اللي قاله الكابتن احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكوره قبل بعد كده ما تحصل توافقات، والكابتن شوبير يقول انا ما كنتش عندي فكره عن نظام القيد. لا، خبرات الكابتن احمد شوبير، انت بتتكلم على نائب رئيس الاتحاد وعضو مجلس الاداره لسنوات طويله، فانا اربأ به انه يكون مش عارف. ثم تظهر قضية تانية للدكتور محمد زين وهو رئيس منطقة بني سويف لكرة القدم وأستاذ جامعة مرموق وإعلامي محترم جدا، أنا عارف قيمته الشخصية وقيمته العلمية، هو عميد كلية الإعلام في جامعة بني سويف. فالراجل لا هيهزأ ولا هيهزر لما اتكلم في البوست اللي كتبه على أنه بيرفض يكون كما الزوج آخر من يعلم، كان بيتكلم صحيح لما يقول يا باشمهندس الدكتور محمد زين أرفض أن تكون منطقة كرة القدم في بني سويف شاهد ما شافش حاجة. شيء مريب، شيء مريب، ده اللفظ بتاعه، شيء مريب يحدث. فوجئت أنا وزملائي في مجلس إدارة فرع منطقة بني سويف لكرة القدم أن اتحاد الكرة استخرج كارنيه قيد للاعب عبد الله السعيد للقيد بنادي بيراميدز اليوم الجمعة. عادي يحدث في مصر، ده تعبيره. لكن أن يكتب في خانة المنطقة بني سويف ونحن لا نعلم عن ذلك شيئا، لا عن عبد الله ولا غير عبد الله، ولا يتم اختار الفرع أو استشارته أو إعلامه، ولا يستفيد من مليارات انتقالات اللاعبين، فهذا لعب واستخفاف ببنو سويف أرفضه تماما. فكيف يكون نادي بيراميدز يتبع بنو سويف ونحن لا نعلم عنه شيئا؟ إن استخدام ده كلام الدكتور محمد زين رئيس منطقة بنو سويف، إن استخدام اسم بنو سويف كخيال مآتة مرفوض تماما. وكيف يكون هناك مجلس إدارة للفرع
ويتم التصرف بحرية مطلقة من لجنة قيد اللاعبين باتحاد الكرة دون مراعاة للفروع، وكيف يستخدم اسم بن سويف لتمرير أشياء لا نعلم عنها شيئا، لتمرير أشياء لا نعلم عنها شيئا. البوست يبدأ بأنه ده شيء مرير، ثم الهدف تمرير أشياء لا نعلم عنها شيئا. وقال الدكتور محمد زين: الأمر مرفوع للأفاضل نواب بن سويف والسيد المستشار المحافظ، وإذا ثبت أن هناك تجاهل ومؤامرة واستهتار باسم بن سويف فأنا شخصيا مستقيل، لأنني أرفض تماما تجاهل أو استخدام اسم بن سويف دون أن تعلم بن سويف شيئا عما يحدث. وإذا كان اتحاد الكرة يفعل كل شيء دون الرجوع للمناطق لأن كلمة المرور للسيستم ملكه فقط، فلا داعي للمناطق، وكفاية عليهم الأندية التي لها أصوات ومعاها فلوس. كابتن أحمد شوبير كان له رأي، أو يمكن لما أثيرت القضية الحقيقة كانت ملفتة، مش ملفتة باشمهندس لمجرد قيد لاعب، ما هو عبد الله السعيد لاعب مهم ولاعب كبير، وبيراميدز نادي منافس من حقه يضيف أي لاعب في أي وقت. لكن هذا الإصرار في هذا التنفيذ من قبل هذا الشخص تحديدا على إنفاذ ما يطلبه رئيس نادي بيراميدز أو مالك نادي بيراميدز، يحط 10 خطوط سوداء، 10 خطوط سوداء خلت الأستاذ أحمد موسى الزميل الإعلامي في قناة صدى البلد يسأل اتحاد الكرة سؤال. في كل شيء في الدنيا في صح وغلط، وفي أعراف وفي لوائح وفي قوانين، وفي اعمل اللي انت عايزه وأعلى مفخرك اركبه. احنا في هذه المرحلة أعلى مفخرك اركبه، احنا في مرحلة أعلى مفخرك. مشكلة القيد يوم الجمعة لو أن هناك ضغط على الاتحاد كان هيطلع بيان يقول إيه، الاتحاد المصري يفتح أبوابه غدا لتلبية احتياجات الأندية وضغط العمل. ده مش موجود لأن احنا لسه في أول الشهر، فده مش موجود. عشان كده وليد العطار كموظف ما تبلغش إن تعالى بكرة اشتغل الساعة 11 بالليل. ايوه، يبقى هو تبلغ امتى؟ الصبح. ده اذا كان تبلغ. اذا لا يعني انا انا تاكيدا لكلامك تاكيدا لكلامك في الجزئيه دي، لانه ربما كان كلامي انا في الروايه اللي اقسمت لكم عليها في مكالمتي مع الاستاذ وليد العطار ربما ما تصدقونيش، لكن ارجعوا لكل اللي قاله وليد العطار يوميها لكل المواقع، منها على سبيل المثال. انا كنت عايز اكمل حاجه اللي قاله الوليد اللي قاله لي يلا كوره، عشان ده تاكيد لكلامك. وليد العطار قال لي يلا كوره ان الاهلي حتى الان لم يسجل جيرالدو، وكان من الممكن تسجيله قبل المباراه ولو بساعه واحده، لكن لان المباراه ستقام يوم الجمعه اجازه اتحاد الكره فلن يستطيع الاهلي قيد اللاعب اذا اراد ذلك. ده كلام وليد العطار مدير لجنه شؤون اللاعبين لي يلا كوره، فما حدش قال له تعالى بكره. لا، إذا لن يستطيع إذا أراد. أيوة الأهلي. أيوة، وده اللي أنا كنت عايز يعني وأنا بتكلم عايز أسترسل أوصله. طيب، اتفتح الاتحاد صبيحة مباراة والاتحاد أجازة عشان مباراة طرفها ناديين مصريين، عشان ما حدش يقول لك ما هو أصله عنده مباراة في أفريقيا وأنا لازم أدعي بالأندية المصرية ففتحت مخصوص عشان يلحق يسجله ويلعب ضد نادي كذا. لا، ده ناديين مصريين يعلم اتحاد الكرة الحساسية بينهما، ويعلم أن اللاعب المقيد ده هو لب الحساسية، هو قلب الحساسية، هو سبب الحساسية. ولكن قام فتح البلد زي ما أنت بتقول، ده في إجراءات وفي حسابات وفي موظفين وفي اتنبأ الناس دي كلها جت في ساعتها. كابتن مجدي كاتب تويتر بيقول لك النهارده يوم أجازة والاهلي سجل في يوم اجازه. ايوه، عشان انت اعلنت ان انا شغال. انت قلت انا شغال، هو الاهلي، وبعدين ده انت احسن حاجه حصلت لك عشان تقول الكلمتين دول. الاهلي لو طلب انه تتفتح عشان تفتح له تقول له ما انت لا، الاهلي لم يطلب. كويس،
فليه؟ لانه ما يسجلوا الصبح، ايه مشكله الاهلي؟ انت فاهم؟ يعني لو ده لو مقفول النهارده مباراه الاهلي بكره. بس جيرالدو ها؟ كانت الماتش من الجمعه. فالوليد قالها عشان يقفل السكه قدامك خلاص. لو فكرت مش فاتحين بكره، لو فكرت بكره. طيب بكره اتسجل لعيب مهم. معلوماتي ان كانت هناك نيه من اتخاذ موقف قبل المباراه لاثبات الواقعه، لا مش هنلعب، مش هنلعب لان المشاركه دي ده في حقوق ماليه ما نعرفش عنها حاجه. واخد بالك؟ لم يخطرنا احد انه في اجراء تام ان اللاعب الحق ضرر بالنادي. انت اديت بعت لأهلي جد الشقيق الذي أنشئ تيمنا باسم النادي الأهلي والذي رأسه سمو الأمير عبد الله الفيصل الذي كتب زين النوادي رحمة الله عليه التي تربطنا بهذا النادي الشقيق. كل وشائج الدم والأهداف والطموحات والأحلام والأمال انه يعني فجأة يتعمل هذا الموقف. طبعا ايا كان، طبعا انت دلوقتي بتقول هذا الكلام بيقول لك عشان خسرت، عشان خسرت. ولو ما خسرتش ما انتش عارف انا كنت هقول كده ولا لا، كنت هقول كده لكن مش هجادلك عشان خسرت. طب ما انا خسرت باللاعب الذي في رأينا تم المجاملة الواضحة على حساب التقاليد والأعراف واللوائح والقانون وسجل. يعني مطلوب مننا إيه؟ الإجابة بقى بتاعت أستاذ أحمد موسى، هل اتحاد الكورة بيشتغل يوم الجمعة طبقا للموقف؟ جيرالدو لا احنا بكرة أجازة. عبد الله السعيد قوي قوي قوي، احنا ياما عملناه. وهنا النقطة، انت اذا تعودت باستمرار ان ما يبقى لكش اداء ملتزم باللوائح هيبقى عندك دائما مهرب لكل موقف مش سليم. ما احنا ياما عملنا. طب امتى هنمشي صح زي بقية الناس كلها اللي عمالة تتكلم على صفقة نيمار مع سان جيرمان، مع باريس سان جيرمان، وبتتكلم والاتحاد الاوروبي مقلوب والمانيا مقلوبه وقد يضطروا لبيعه. ده هو وفي لعيب تاني بس انا الاسم تايه مني. يا جماعه نتمنى اذا اردنا اصلاحا، سيبك من الماتش، احنا مش بنتكلم على الماتش، الماتش لا هيتعاد لما تقف ولا النتيجة هتتغير، بس احنا بنقول ما تيجي نصلح الدنيا بقى. عايزين نصلح الدنيا بقى، عايزين كل واحد يعرف انه لو عمل كده هيبقى صح ولو عمل كده هيبقى غلط، ولو عمل غلط هيبقى جزاؤه كذا. ما احناش عندنا هذا اليقين اللي انا بقوله ده. ناس كتير عارفة انك انت هتعمل الغلط ويعدي لناس وما يعديش لناس تانية، ويطلع مسؤولين في اتحاد اللعبه يقولوا اعذار، يعني العذر يعني اقبح من ذنب، ان يقول لك جبنا له الحكم اللي هو عايزه عشان ما يتكلمش، اصله عايز حكام مصريين لانه جماعه نفسه في بطوله. الكلام ده بيتقال ببراءه، ما كانش بيتقال في سبيل التهكم لانه مسؤول ما يقدرش يتهكى. استاذ ثروت سويلم مسؤول صحيح، وقال هذا الكلام على جثتي، يجي بحكم اجنبي. وبعدين لما يطلب طرف تاني من حقك تطلب حكم اجنبي؟ ده انت مش كده، ده انت من حقك تقول من اني بلد. وقد حدث احنا بنتكلم على الكره المصريه. لا شان لنا بالاطراف التي طلبت واخذت هذا حقها انها تساعد نفسها باي طريقه، استفادت من حاله العشوائيه اللي احنا فيها انها بقت تطلب طلبات وعارفه انها هتقدر توصل لها. وطلباتك اوامر، طلباتك اوامر. كابتن احمد شوبير نائب رئيس الاتحاد هو رخر، كان متاكد
انه يوم الجمعه وكتاب الله اجازه. اشوف. طيب دي قضيه دمها تقيل شويه، وانا اقدر طبيعه الترابيزه وضوابطها وعلاقه الكابتن احمد شوبير نائب رئيس الاتحاد مع زمايله، واقدر حياءه، واقدر ايضا واتفاهم رغبته في انه مش عايز يخوض في تفاصيل ويكتفي بجمله قضيه دمها تقيل شويه. زي كلمه احمد شوبير وهو عنده خبرات عاليه جدا وهو بيعلق على المباراه، الحكم ده معلم، الحكم ده معلم، ويكاد يكون هيحطها بين شاولتين. هو ده احمد شوبير بيفعل معلم، بيفعل في المباراه ما يريد اللي عايزه، اللي هو عايزه السكه اللي هو عايزها. ده كان الكابتن احمد شوبير. كابتن مجدي عبد الغني بطل روايه يوم الجمعه، بطل روايه يوم الجمعه، هو رئيس لجنه شؤون اللاعبين. انا لما سمعته بيقول انا ماليش دعوه بمين اللي قال ايه، بس لما قعد يحكي في مداخله مع احد البرامج اظن مع الزميل هاني حتحوت، انه الاتحاد الدولي لما عمل السيستم في الانتقالات الدوليه سيستم التوافقي، قال انا سافرت علشان اتدرب انا ووليد العطار على السيستم وطريقه عمله. اذا وليد العطار حد له حيثيه، والاتحاد الموقر معينه وهو راجل كفاءه عاليه ومنضبط مدير للجنه شؤون اللاعبين، فهو القائم على تنفيذ بس خد مني هيدفع ثمن الكلام اللي قاله ده. انتوا ما قلتوش للراجل المسؤول الاول بكره الجمعه تعالى اشتغل، ما قلتلوش، زي ما غيبتوا الراجل رئيس منطقه بني سويف علشان بطل الروايه ينال المساله لوحده. نشوف الكابتن مجدي عبد الغني في تفسيره لاعمال هذا السيستم. طيب الكابتن احمد شوبير يمكن بعت رساله بيقول لي انا اول واحد حكيت قصه وليد العطار لان اتصلت به زيك، وبيقول ان انا ما تراجعتش عن كلامي ومقالي في اخبار اليوم واضح وثابت، لكن هو بيقول انه رئيس منطقه بني سويف موقفه مش سليم، لانه من 5 سنين تقريبا استخراج الكرنيهات للاعبين بيتم من الاتحاد، من الاتحاد نفسه مش من المناطق، ده امر مؤكد انه هم ادرى بيه تفصيليا او من الناحيه الاجرائيه، لكن انا على الفكره ان انت يوم الجمعه اجازه وما استدعتش مدير اللجنه اللي ما عندوش الراجل علم انه الناس فاتحه وشغاله يوم الجمعه. بص كان يطلع من الاتحاد مش هي المشكله. لكن في دور للمنطقه. ايوه بتخترق، انت بتقول لها النادي اللي عندك ده عنده لعيب عايز يتقيد والسيستم، انت ايه الموقف عندك؟ الاستعلام، انت بتعمل استعلام فين؟ في المناطق. ايوه فانت الكارنيه يطلع بس فيا زي ما بيقولوا من خلال مرورا على المنطقه. طيب ما هو ده اللي قاله الدكتور محمد زين بعد كده، قال لك واضح ان هم استغلوا ان عندهم الباسورد بتاع المناطق ودخلوا على المنطقه مباشره من الاتحاد. يعني انت ممكن عايز انت ممكن انت وانت معاك الباسورد تقول له روح جيب لي المنطقه، يوم انت في يوم جمعه ما هي شغاله بقى زيك ما عندهاش خبر، ما يعرفش يروح يجيب من المنطقه فما يتسجلش. لكن هو الاستاذ مجدي يعني انت النهارده مثلا اثر نقطه كويسه من في كلامه، يعني والله العظيم انت نبعش خاطري تلاقيني استغفر الله العظيم يا رب. هو نقطة مهمة في السيستم والنظام. لا مش دعم السيستم بقى خلاص، ما هو السيستم دي قضية لو أنت بتعمل تحقيق مش هتوصل منها لحاجة. خلاص هو فتح السيستم، السيستم ده آلة أنت اللي بتتحكم تفتحها إمتى وتقفلها إمتى، وهي بتدي لك المعلومات اللي أنت بتطلبها. تمام. شاء اتحاد الكورة إن الطرفين مصريين، هو بيقول لو الماتش يوم السبت كان عدت، لو الماتش يوم السبت كان هيتأيد يوم السبت، ما كنتش هتفتح يوم الجمعة. هي الفكرة الحرص علشان أنت تفتح الاتحاد مخصوص عشان في نادي عايز يسجل لعيب عشان يلعب ضد نادي مصري. هي دي النقطة. عملتها إمتى دي؟ أنت بتفتح في الأعياد وبتفتح في الحاجات دي لما بيبقى آخر يوم على القيد. استثنائي.
او فيه ضغط وفاضل مثلا 24 ساعه والناس مش لاحقه فبتفتح وبتعلن ان احنا شغالين. انا ما طلعش الموظفين اللي عندك يقولوا ما احنا شغالين بالنسبه لنادي معين وشغالين بالنسبه للتاني، تكتشف انك شغال بالنسبه للتاني. ده انت قلت لي انا مش هقدر اسجل لك جيرالدو، لو انا عايز اسجل جيرالدو بكره خلاص انا بناء على كلام وليد العطار ما روحتش اسجل جيرالدو، بدليل ان جيرالدو اتسجل دلوقتي. الموضوع مش كده، الموضوع طيب. انا اسال سؤال تاني، الاتحاد الدولي تقدر تحت اي ظرف من الظروف تاخد منه حاجه يوم السبت اجازه؟ لا لا مستحيل، يا ما قابلناه. خلي بالكم الحقوا خلصوا احسن، ده بكره السبت ومش عارف هم بياخدوا اظن يومين سبت وحد كمان. لا يمكن، لو المساله مساله باسورد مع حد يشغلها من بيته ما كانش بقى ولا يوم عندك مشكله، كل واحد يقدر يخش اي يوم يجيب شهاده دوليه، اي يوم يجيب شهاده دوليه. انت بتتكلم على هو الاجراءات ايه؟ الشهاده الدوليه بتيجي ازاي؟ انت بتفتح من جهتك صاحب اللاعب وانا بفتح من جهتي وبقول لك ارفع اللاعب من عندك، فترفع فيعمل ريسبونس عندي فيدي لك البطاقه ان 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 بقت هنا. يعني المساله مساله اطراف، مش بتفتح انت لان الورق عندك وما لحقتش، ده عندي من امبارح والموظفين سهروا لحد الصبح بس الضغط كان كبير ما لحقناش نخلص فمدينا اليوم الجمعه. يحدث، بس يحدث لاسباب معلنه لكل الناس، مش تخبي عليا انا وتقول للاخر. هي يعني انما هتوصل منها الحاجه، هتوصل منها الحاجه. شوفوا بعد كده يطلع يقول لا ما هو احنا اصلا ما اخدناش ساعات. ما خدتوش ساعات؟ ما وقفتوش في طوابير في العلب بتاعت الامارات؟ ايه حكايه الساعات دي؟ اولا مجلس اداره النادي الاهلي عشان تبقى المساله كامله الشفافيه، الساعات اللي خدها مجلس الاداره هديه من السيد تركي آل شيخ في زيارته للسعوديه تم ايداعها في خزينه النادي، واللجنه التي افدت من قبل وزير الشباب والرياضه تاكدت من هذا الكلام. ما يتعلق بالتبرعات اللي تبرع بها السيد تركي آل شيخ للنادي الاهلي اثبتت المحكمه سلامه المسار المادي ليها، كما تاكدت وزاره الشباب والرياضه من خلال لجنتها وتفتيشاتها وجهاتها الرقابيه من سلامه موقف النادي الاهلي. لكن لو هنتكلم ان انا اركب طياره مسؤول منافس وانا رايح العبه، ولا تقرير وزاره الشباب والرياضه في التفتيش على اعمال الاتحاد تدني بهذا التقرير الصادر عن الوزاره، ده من الوزاره بكل ما تم الحصول عليه بدون وجه حق، زي حاجات كتيره قوي قوي نتمنى ان احنا لا نضطر للخوض فيها. بلاش انت، دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشره مساء الخميس القادم ان شاء الله، ودائما وابدا وكما كتب سمو الامير عبد الله الفيصل عليه رحمه الله وغنى العندليب عبد الحليم حافظ، يبقى الاهلي زين النوادي.